اتكل على الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج ليال معرفية، وتقبل الله أعمالكم وإن شاء الله يعود عليكم هذا الشهر، وعيدكم مبارك مقدما، وإن شاء الله يعود عليكم هذا الشهر ونحن بحمد الله خارج جائحة كورونا، ونحن على مشارف انتهاء شهر رمضان المبارك، لكننا في الحقيقة نحن على مشارف الدخول إلى عالم جديد وعالم كبير، حيث نقف على أعتاب الثورة الصناعية الرابعة، وأهم محور في هذه الثورة هو الذكاء الاصطناعي، والذي لن يترك مجالاً من مجالات الحياة وأنظمتها إلا وسيدخله وسيعيد تشكيله ويغيره من جديد. فالذكاء الاصطناعي يعتبر تكنولوجيا متعددة الأغراض والأهداف، أو كما يسمى باللغة الإنجليزية General Purpose Technology، ولذلك يسمى الذكاء الاصطناعي بكهرباء القرن 21. فكما أن الكهرباء غيرت نمط حياتنا ودخلت في كل شيء، من تكييف أجوائنا في الشتاء والصيف وتبريد وحفظ وطهي طعامنا وإضاءة ظلمة ليالينا وتحريك وسائل مواصلاتنا من سيارة وقطار وطائرة وغيرها، وكذلك تشغيل جميع أنواع الأجهزة في المستشفيات والبيوت والشركات وغيرها الكثير. فكذلك الذكاء الاصطناعي سوف يتفوق في عمله على الكهرباء، لأنه لن يقتصر على دخوله إلى الآلات، ولن يقتصر في تغيير الحاجات المادية فقط، وإنما سوف يضعنا نحن البشرية على المحك، وسوف يعيد الإنسان إلى أسئلته الوجودية وما يميزه عن باقي الكائنات. فإذا استطاع الإنسان أن يسيطر على الأرض ويسخر ثرواتها لخدمته، وذلك بقوة ذكائه وقدرته على التعاون بأعداد كبيرة، ماذا سيحدث عندما تكون الروبوتات أذكى من الإنسان وتستطيع التعاون مع بعضها بأفضل من البشر؟ في هذه الليلة المباركة سوف يحدثنا الدكتور سعيد الجارودي عن مفهوم الذكاء الاصطناعي وتطويره، مع التركيز على التطبيقات الطبية واستعمال تطبيقات الهواتف الذكية في تشخيص المشاكل الصحية، وكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في جائحة كورونا، وما هي المخاطر والتهديدات التي قد تأتي من وراء هذه التكنولوجيا الضخمة. الدكتور سعيد الجارودي نار على علم، وهو غني عن التعريف، وربما أغلبكم استمع لمحاضرته في بداية هذه الشهر في هذه الديوانية تحت عنوان هل السرطان برمجة دماغية؟ ولكن دعوني أعرف لكم الدكتور سعيد باختصار سريع. فهو حائز على شهادة الدكتوراه في الكيمياء العضوية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وقد عمل فيها كباحث لمدة 7 سنوات، ومنذ عام 2003 وهو يعمل في مركز الأبحاث والتطوير في شركة أرامكو السعودية، وله العديد من براءات الاختراع أهمها في مركبات الذهب لعلاج السرطان، وكذلك في تحسين وقود الطائرات. للدكتور سعيد العديد من المبادرات والنشاطات الاجتماعية، وقد ساعد كثير من الطلاب في رسم حياتهم الأكاديمية والوظيفية، والأهم من ذلك كله هو دماثة أخلاق الدكتور سعيد وتواضعه وابتسامته الجميلة والمعهودة. نرحب بالدكتور سعيد هذه الليلة ونتطلع بكل شوق للاستماع لحديثه عن الذكاء الاصطناعي الطبية. دكتورنا العزيز المايك عندك، فتفضل. دكتور المايك عندك. في صوت؟ الآن في صوت، تفضل. محاور الندوة بنتكلم عن مفهوم الابتكار والذكاء الاصطناعي بصورة سريعة جداً، بعدها بنتطرق إلى الدعم السعودي والذكاء الاصطناعي، دور المملكة في هذا المجال، وسوف نتحدث عن شركات تقنية ساهمت في تطوير الذكاء الاصطناعي،
وسوف نعرج أيضا على الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الهواتف الذكية، وبعدها سوف نتطرق إلى أمثلة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الطبية، وأيضا سوف نتحدث عن الذكاء الاصطناعي وكوفيد 19، وفي الختام سوف نتحدث عن مخاطر وتهديدات الذكاء الاصطناعي. هل نحن نستطيع أن نستغني عن الطبيب في مقابل استخدام الذكاء الاصطناعي؟ في بداية الأمر، تعريف الابتكار. الابتكار هو حاجة، هو شيء يحتاجه المجتمع، هو شيء جديد، هو شيء رايح يحل مشكلة موجودة. وعادة بالنسبة للابتكارات هي الشيء اللي إحنا نحتاجه على أساس نصنع شيء معين، فبالتالي تحتاج إلى مثلا شركة. فالتعريف الابتكار بصورة عامة هو الشيء الجديد اللي من خلاله أنا أقدر أحل مشكلة موجودة في المجتمع، وأحتاج إلى شركة مصنعة. ولا بد أن أكيد أن أي ابتكار الهدف منه أن أنا أحصل على مردود مادي من هذا الابتكار، ولازم يكون في شريحة كبيرة من الناس بالفعل تحتاج إلى هذا الابتكار، وإلا ما بيكون في فائدة مرجوة من هذا الابتكار. وهذا طبعا الابتكار أنا أتحدث عنه على أساس يصير مدخل إلى الذكاء الاصطناعي، لأن الذكاء الاصطناعي يعني خطوة قبلها لابد يكون في هناك ابتكار، وأتجه في مثلا الذكاء الاصطناعي. بالنسبة للذكاء الاصطناعي، تعريفه بصورة عامة جدا هو يعني تصنيع آلات معينة أو برامج معينة بحيث أنها تحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، وفي نفس الوقت تتسم أو تتصف بتصحيح الذاتي. التصحيح الذاتي يعني ممكن الآلة أنا يعني مسوينها على أساس هدف معين، ممكن هي من نفسها مثلا تسوي لي شيء أنا ما أساسا حطيته في بالي أنها هي تقوم فيه. هذا ما يسمى بالتصحيح الذاتي. والسؤال اللي يطرح نفسه، متى نطلق على الآلة بأنها ذكية؟ الصورة تشوف الآن، على أساس أنا أقول إن الآلة هذه ذكية، أجيب الآلة وأجيب رجل بشري وكل واحد أحطه في غرفة منفصلة، وبعدين أجيب واحد يسأل أسئلة. إذا السائل ما استطاع أن يفرق من الأجوبة بين الآلة وبين الشخص، معناته أن الآلة تتسم بالذكاء الصناعي. بالنسبة للذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية ودورها، طبعا بأمر ملكي تم إنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي معروفة بسدايا، وهي طبعا ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان، وأيضا الأعضاء اللي يتكون منها هذه الهيئة يتم عن طريق صاحب السمو. وأيضا صدر أمر ملكي أيضا بإنشاء المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، وإنه يكون تحت مظلة هذه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. ومن ضمن الأشياء اللي تنتمي أو تحت مظلتها هذه الهيئة مثلا مكتب إدارة البيانات الوطنية ومركز المعلومات الوطني. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعني وش يقول؟ يقول من تكون له الريادة في عالم الذكاء الاصطناعي سوف يضحى سيد العالم من دون جدال، وهذا يبين أهمية الذكاء الاصطناعي واستحواذه على التطبيقات كثيرة، يعني لها دور كبير في الاقتصاد وفي كل المجالات. أيضا تم يعني عمل اتفاقية بين المملكة وشركة ميدلاب ميديا جروب الام ام جي جي، وهذه شركة إسبانية تعمل في التقنية. وطبعا الهدف من تكوينها هو توفير نظام اتصالات ومحرك بحث للاستخدام الطبي على أساس الذكاء الاصطناعي، وأيضا إصدار أو عمل بطاقة رقمية للمهنيين الطبيين من أجل تسهيل نقل البيانات الطبية، وأيضا تمكين نقل المعرفة بين الأطباء والخبراء الطبيين. هذه تقوم بصورة عامة على يعني بيانات ضخمة، وأيضا من البيانات الضخمة هذه الشركة هذه ممكن تعمل تطبيقات يعني يستفاد منها في المجال الطبي.
والنتائج من هذه الاتفاقية المرجو منها مثلا زيادة انتشار خدمات الرعاية ذات القيمة العالية، وأيضا تعزيز الاعتماد على الرعاية الصحية عن بعد بغض النظر عن المكان. وأيضا من مساهمات المملكة في الدور لدعم الذكاء الاصطناعي مشروع نيوم السعودي، ويعتبر من أهم التطبيقات السعودية للأنظمة الذكاء الاصطناعي، وطبعا هذا يتماشى مع رؤية المملكة 2030. وأيضا حسب دراسات حديثة فإن تقنيات الذكاء الاصطناعي راح تضيف إلى الاقتصاد المملكة تقريبا 215 مليار حلول 2035. وأيضا هناك أكاديمية مسك الخيرية اللي تدرب آلاف الشباب والفتيات اللي يلتحقون بمسارات البرمجة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي. وأيضا أطلقت الهيئة العامة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مايو آيار العام الماضي في محافظة الخبر مركز اسمه مركز الذكاء، وهو أول مركز متخصص في حتى يعني للمؤسسات والشركات الناشئة تتمكن من تقنية الذكاء الاصطناعي. وأيضا وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أيضا في مطلع مايو آيار الماضي الأكاديمية السعودية الرقمية، وهدفها طبعا استقطاب وتطوير المواهب المحلية والقدرات الرقمية في مجالات التقنيات الحديثة للذكاء الاصطناعي. وأيضا من اهتمام المملكة فإن قمة الذكاء الاصطناعي العالمي اللي راح يكون في 14-15 سبتمبر 2020 راح تستضيفه المملكة. السؤال اللي يطرح نفسه، لماذا الابتكارات في الطب كثيرة جدا؟ يعتبر قطاع الرعاية الصحية من أسرع القطاعات قابلية للتغيير، فالذكاء الاصطناعي والروبوتات والواقع الافتراضي وصولا إلى الطابع ثلاثية الأبعاد وتقنيات أخرى كثيرة ستلعب في المستقبل القريب دور مهم في تغيير وجهة الرعاية الصحية في العالم. وأيضا أظهرت ساحة الابتكارات أن هناك اتجاهين راح يكون لهم دور كبير جدا في الرعاية الصحية، وهما روبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد، ورايح نشوف أمثلة من خلال هذه المحاضرة. في البداية راح أتكلم عن ابتكارات طبية مستقبلية قد تظن أنها مثلا من أفلام الخيال العلمي لكنها حقيقة، وهذا طبعا بسبب وجود التطورات التقنية اللي موجودة الآن تجعل الكثير منا يشعر وكان مثلا في فيلم خيال علمي مثلا، وبالأخص في مجال الطب. وتم تطوير ابتكارات مستقبلية قد تجعلك تندهش على الفور، هذا بالفعل رايح نشوفه من خلال عرض الشرائح التالية. سوف أعرض لكم 8 ابتكارات، وببدأ من الأقل أهمية إلى الأكثر أهمية. العدسات اللاصقة من جوجل، طبعا قدمتها شركة جوجل. العدسات هذه تستطيع تقديم المساعدة لمرضى السكر في الدم عن طريق الدموع. السؤال اللي يطرح نفسه الآن، يعني كيف أنا أدخل الذكاء الاصطناعي في هذه مثلا التطبيق هذا مثلا؟ أنا ممكن مثلا يعني أعمل شريحة من مايكروميتر حجمها مثلا، وممكن أضعها مثلا في الجسم بحيث أن هذه العدسة يعني توصل إشارات معينة، بحيث اني يصير عندي مخزون من الانسولين يتواصل مع العدسه هذه، فبالتالي انا اقدر لو نزل مثلا او ارتفع معدل السكر ممكن يصير في مثلا انجكشن من خلال هذه التشيبز مثلا، فبالتالي الانسان ممكن بالطريقه هذه يكون يعني السيطره على السكر في الدم يكون سهل جدا. المثال الثاني ثورة طباعة، بالنسبة للطباعة الثلاثية الأبعاد تطبيقاتها يعني هائلة جدا في مجال الطب، بحيث أن في علماء مثلا توصلوا أنهم باستطاعتهم أنهم يعملوا أجزاء من الإنسان على يعني على شكل ثلاثية الأبعاد ويطبعوها، ويمكن استخدام هذه المادة الحيوية اللي سووها مثلا في مجال الطب في عدة نواحي. مثلا طباعة الأحرف التعويضية، الأطرف التعويضية وصناعة وطباعة أي جزء مصاب في الجسم
لتشريحه واكتشاف القصور والمرض به مثلا. وأيضا يمكن لطباعة مجسم ثلاثي الأبعاد للجنين بإمكانهم أنهم يفحصوا فحص دقيق والكشف عن أي تشوهات لو كان في تشوهات. أيضا طباعة الأدوية بتقنية ثلاثية الأبعاد. بالنسبة لطباعة الأدوية عادة نكتها وتصير الدواء عادي. المشكلة في الكباس هذا عملية امتصاصها إلى الجسم ممكن تأخذ وقت كبير، وفي بعض الأمراض مثلا الصرع والسكتة الدماغية امتصاص الدواء له أهمية كبيرة على أساس للعلاج. عن طريق استخدام تقنية ثلاثية الأبعاد بالإمكان صناعة هذه الأدوية عن طريق طبقات رقيقة جدا، بحيث أن هذا يساعد على أن يكون دوابها سريع جدا في الجسم. وأيضا طباعة الأعضاء وتكلمنا عنها شوي، وهي الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد وطباعة الأنسجة والأعضاء، وتجري دراسة لتطبيق الطباعة الثلاثية الأبعاد هذه في فرع الطب التجديدي لحل مشاكل مثلا زراعة الأعضاء. في شركة ما يحضرني اسمها فعلا قاعدة تشتغل على تصنيع قلب مثلا. الجراحة باستخدام السكين الذكية، هذه السكين الذكية مثلا خصوصا بالنسبة للجراحة بالنسبة للسرطان أحيانا يكون بصعوبة في مثلا تحديد السرطان كامل مثلا، فبالتالي حتى الجراح العادي ممكن يترك بعض الخلايا السرطانية من دون يعني أنه يقصد هذا الشيء، بس من خلال هذه السكين الذكية بإمكانها تحدد المكان بالضبط طبعا مكان السرطان، وهي تقوم بعمل إزالة هذا بدقة كبيرة جدا. وهذا طبعا تمت تجربته في عن طريق كلية الإمبريال بلندن. التجارب السريرية السريعة، طبعا التجارب السريرية تأخذ وقت أساسا، لكن عن طريق هذه التقنية واستخدام الذكاء الاصطناعي استطاعوا صنعوا رقائق صغيرة للغاية ودقيقة تحاكي الخلايا البشرية. بفضل هذا الاختراع طبعا سيتمكن العلماء من تجربة واختبار الأدوية أو المكونات، مما يجعل التجارب السريرية أسرع. علاوة على ذلك مثلا أحيانا ما تقدر يعني تستخدم بعض الحيوانات في إجراء التجارب السريرية، هذه التقنية هذه ممكن تخلينا يعني إن إحنا ما نسوي تجارب على الحيوان، نحاكي الخلايا والشعيرات الدموية واللي في الجسم عن طريق الرقائق هذه، فبالتالي ممكن نختبر أي دواء ويكون التجارب السريرة تاخذ وقت أسرع. روبوتات مثلا، روبوتات في مجال الرعاية الصحية مثلا، في روبوت اسمه توغ قادر على حمل 450 كيلو من السلع والمواد، يعني يستخدم مثلا في المستشفى انه يشيل ويحط مثلا الاشياء اللي التمويلات. ايضا في روبوت اسمه ريبا، وهذا كأنه ممرضة ودودة تقوم برفع المرضى، يعني تاخذ تهتم بالمرضى تشيل وتحط في المرضى. ايضا في روبوت اسمه صوفيا، هذا الروبوت صوفيا في عام 2017 المملكة اعطتها الجنسية، وهذا طبعا يحاول ذكاء طبعا عنده ذكاء خارق جدا، واستغرق عمله 10 سنين، وهو بإمكانه يتحدث مع أي إنسان ويعرف الوجوه، وتعتبر يعني التطبيق هذا يعتبر شيء لعله خرافي، تقدر تتكلم وتعطي وياه بحيث انه يرد عليك يفهم مشاعرك، وحتى يبدو حتى هو في نفس الطريق الوقت يعني يبدي لك بعض المشاعر عن طريق الوجه مثلا. اهم هذه الابتكارات وهو رقم واحد ملكية البيانات. البيانات بالنسبة للذكاء الاصطناعي مهمة جدا، وهي اللي تساعد على فهم الانماط وتساعد على ان بالفعل التطبيقات الذكاء الاصطناعي تعتمد عليها، يعني من يملك البيانات هو من يستطيع أن يستخدمها. وأيضا شيء مهم جدا لازم إنه إلى مثلا وجود السوبر كمبيوتر أيضا في التطبيقات هذه. طبعا راح نتكلم الآن عن تقنية أو شركات بالفعل لها دور كبير في الذكاء الاصطناعي، ولازم نفهم هنا شيء مهم جدا، نشوف كيف تفكير الشركات هذه، وأكثرها شركات مثلا يعني تعتمد على تقنيات الكمبيوتر. مثلا شركة مايكروسوفت العالمية مثلا أطلقت مشروع اسمها هانوفر
بالتعاون مع مركز السرطان. هذا يعني المشروع وش أهميته؟ أحيانا في العلاجات بالنسبة للسرطان أحيانا يعطى المريض علاج ومع الوقت وخلص علاجه وبعدين يتضح أن العلاج هذا ما نفع معه، يعطوه علاج ثاني. هذه شركة مايكروسوفت حاولت تحل هذه المشكلة عن طريق تحليل الأبحاث الطبية عن طريق الناس وكذا، فبالتالي من خلال الحالة هي مثلا تعطي أو تنصح بنوع أنواع معينة من العلاجات اللي يفترض إنها بالفعل تكون قوية يعني فعالة. أيضا شركة اي بي ام تعاونت مع أو عملت مع العديد من المراكز والشركات الأخرى، وهي تستخدم الذكاء الاصطناعي في مجال الطب وتعمل مع سي في اس الهيلث على كيفية تطبيق واستخدام الذكاء الاصطناعي في علاج الأمراض المزمنة. مثلا جوجل ما قصر، قامت بإنشاء منصة حقل جوجل العميق واللي من خلالها يتم استخدامها في العديد من الخدمات الطبية والصحية المختلفة، وذلك لاكتشاف المخاطر الصحية المحتملة. يعني وش المخاطر الصحية المحتملة؟ بواسطة تجميع البيانات الصحية، وهذا طبعا يتم عن طريق تطبيق معين بحيث أن السيرفر يكون عند جوجل. وهون وفي أيضا مشروع ثاني لشركة جوجل، وهي تحلل صور الأشعة اللي يتم جمعها في الخدمات الصحية الوطنية المختلفة للكشف عن الخلايا المسرطنة مثلا في جسم الإنسان. نتكلم الآن عن الاستخدامات مثلا هواتفنا، وإحنا ممكن نقول هواتفنا مختبرات طبية. في بعض التطبيقات الآن اللي بنتكلم عنها مثلا فحص العين بالكاميرا، تشخيص داء الباركنسون مثلا، اكتشاف فيروس نقص المناعة وغيره. بنبدأ بفحص العين بالكاميرا. عادة في العين، وأنا قلت الذكاء الاصطناعي يعتمد على يعني كم هائل من المعلومات والصور مثلا. فبالنسبة للفحص العين مثلا يفحص الشبكة، مو يعني كل الأشياء أو الأمراض اللي في العين أنا أقدر من خلال هذه التقنية أني أعرفها، بس في بعض الأشياء أقدر وحسب الإمكانية. يعني مثلا العمل ألوان، حساسية العين بهذه التقنية ممكن أنا يعني أستفيد منها عن طريق يعني تصوير الشبكة اللي في العين. هذا المفروض يصير قبل. أوكي أبو مصطفى، تسمعني أبو مصطفى؟ معاك شوف أنا بوقف إذا حد عنده أسئلة وبنستمر، إيش رأيكم؟ ممتاز. شوف دكتور سعيد الله يخليك، ارسلت لك رابط تقدر تروح تو بريفنت انوتيشن فروم اذر يوزرز. روح الله يخليك، تقدر دقيقة. انت طلعت لما تدخل، إيه طلعت. إيه لما تدخل بريفنت انوتيشن باي اذر يوزرز، سو يعني وي كان يعني علشان نقدر نوقف الموضوع، عارف ما يصير في امس. كيف ابو مصطفى؟ لما تسوي شير حق السكرين تقدر تروح فوق وتقول ايه انوتيشن دونت الاو انوتيشن باي اذر يوزرز. ايه ما عليه. اكو رسلت انا، رسل لي واحد حقيقه اكو في الشات، تروح تشوف هناك موجود في الشات، افتحه من الشات. ها شوف، لا شوف الشات، انا فاتح لك انا ال سكرين سكرين شا سكرين شات حق زي ويش تو بريفنت، يعني صار ايه على اساس ايه. اوكي اوكي الحين طبعا ما له داعي، ايه بس ما هي مشكله اذا في اسئله. ايوه تفضل. ربع ساعه ناخذ اسئله وبعدين نكمل. سؤالي انا، مو سؤال انا عندي، يعني انا اشوف جوجل ومايكروسوفت واي بي ام دارين شركات سوفت وير صحيح، ودخلوا على الطب بقوه، يعني هذا لانه يبدو انهم شافوا ان الطب ماركت بروفيتابل، يعني بالضبط، لان الناس يا ابو مصطفى تستغل يعني الكل اللي يقرا وش اللي صاير ويستغل الكارت اللي من خلاله يوصل الى مراده، بالعكس يستغله، وهذا شيء يعني متاح لاي شركه. لا بالعكس، هم مجالهم في الشغلة هذه، لأن الأهم شيء أنهم يجمعوا كم هائل من المعلومات اللي من خلالها يقدروا يسووا تطبيقات بالفعل. يعني عندك تعليق أبو مصطفى على هالشيء هذا، كيف أن هذين شركات سوفت وير تحاول تستحوذ على الأشياء،
يعني مثلا تنوع في 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 الاقتصاد يعني ما يعتمد على شيء واحد فقط. شوف هو ابو مصطفى يعني اذا بعد اذن الدكتور سعيد، الان الكثير من التكنولوجيا والصناعه صارت روتين، مثلا صناعه السيارات اصبحت صناعه الماكينه والقطع الغيار كلها شيء بسيط الكل يقدر يسويه. 40% من السيارة راح يكون إلكتروني وراح يكون سوفت وير. في المستقبل أنت ما راح تسوي يعني لسيارتك صيانة كثر ما راح تسوي لها سوفت وير أبديت. بالنسبة حق الزراعة الآن المزارع ما عاد هو اللي يروح يحرث، الروبوت يحرث والمزارع جالس في الغرفة وعنده آيباد، هذا أتكلم لك عن واقع، وعنده برامج آيباد يتحكم في الروبوتات لتحسين الزراعة وللقيام بعمل الزراعة. فوظيفة المزارع الآن يسوي أبديت حق السوفتوير مال الآيباد. في الآن بارادايم شيفت، أبل قاعدة تتحول إلى بنك، أبل بنك، يعني راح تسرق الشركات التكنولوجية الضخمة، راح تسرق كثير من الأعمال بسبب الذكاء الاصطناعي، لأن هي عندها القوة في الذكاء الاصطناعي، بينما التطوير في الأشياء الميكانيكية والتطوير في الأمور اللوجستية خلاص أصبحت ثابتة، ما فيه تطوير كثير، التطوير صاير إلى جانب الذكاء الاصطناعي، والذي سوف يحول الأشياء يعني Digital Transformation، التحولات الرقمية، هي شركات الذكاء الاصطناعي مثل جوجل ومثل أبل ومثل فيسبوك وغيرها. هذه الشركات هي شركات سوفتوير، الآن هي اللي قاعدة تسوي سيارات، تسلا هي اللي قاعدة تسوي سيارات، هي اللي قاعدة تسوي، لأن عندها التغيير الكبير. شركات السيارات القديمة إذا ما تلحق، أو جميع اللي هو البزنس القديم إذا ما يلحق بسرعة ويتواكب مع التكنولوجيا، هذا اللي راح يطلعون خارج البزنس، وهذا وجوجل راح تنتج سيارات ما عاد تنتج. وهنا التحويل الكبير اللي قاعد يصير، الثورة الصناعية الرابعة، أن قاعد الأشياء تتحول من ديجيتال إلى فيزيكال، ففيها الآن تزاوج بين الديجيتال والفيزيكال، ما عادت شركات السوفتوير بس ديجيتال، أصبحت ديجيتال زائد فيزيكال، فهذا الفرق الكبير اللي قاعد يصير حاليا. في مدافع أيوة آسف، علشان بس ما اني اخذ اللي هو الوقت كثير ونترك المجال للاخ الدكتور سعيد، فبودي اني اشوف اذا احد عنده اسئله حتى نقدمها الى الدكتور سعيد او عنده مداخله، واذا ما في راح نكمل اللي هو العرض ونكمل المحاضره. اللي عنده سؤال ممكن يضعه في بالشات، او انه ممكن يرفع يده وناخذ الاسئله. دكتور حبيب شويخات عنده مداخلة جميلة وعنده استفسارات، يمكن تشوفها أبو مصطفى وتقرأها للضيف. أقرأ إذا تسمح لي دكتور سعيد، أقرأ لك مداخلة الدكتور حبيب وترد عليه، تفضل. في ظل الثورة الصناعية الرابعة وهذا الزخم والحديث عن التأثير المثير على أوجه الحياة المتعددة، وخصوصا ذلك المتعلق بالذكاء الاصطناعي وآثار العديد من أبعاده الرئيسية بما في ذلك التعلم على نطاق واسع أو التعلم العميق وتعزيز التعلم والأجهزة الروبوتية والخوارزميات والأدوات الحسابية وإنترنت الأشياء والحوسبة العصبية وغيرها، يظل الجانب الأخلاقي، أعتقد هذه مداخلته هنا، يظل الجانب الأخلاقي بالخصوصية حيال استخدام هذه التقنيات اهتمام واسع ومتزايد، ويشغل بال المجتمعات والعلماء والباحثين ومتخذي القرار والسياسات على حد سواء. فما رأيك، هذا السؤال دكتور سعيد، فما رأيك في المقولة عن الذكاء الاصطناعي بأنه لا تؤثر عدم القدرة على النسيان على الخصوصية الشخصية فحسب، بل تؤدي أيضا إلى مشكلات حقيقية للأمن العالمي؟ أعتقد راح تتطرق على المخاطر والأمن، تفضل إذا تبغى تتعلق على كلمة كلام الدكتور سليم. طبعا في مخاطر كثيرة، أنا رايح أتكلم فقط عن الأشياء اللي تتعلق بالطب، ولكن بالفعل في هناك مخاطر اجتماعية، مخاطر اقتصادية، مخاطر أمنية،
مخاطر عسكرية أكيد بالنسبة للتطبيقات الذكاء الاصطناعي والثورة والثورة الرابعة هذه. بالفعل هناك طبعا تخاوف، يعني مخاوف حتى بالنسبة للاختراق، اختراق هذه التقنية اللي عنده يعني مهارة كبيرة جدا في هذا المجال رايح ممكن يسيطر. أنا ممكن لما أسوي ديجيتاليزيشن حق أشياء كثيرة ومنها مثلا النقود مثلا أو المال، فبالتالي أنا ممكن أسيطر، وهذا بالفعل. فالمستقبل ما تدري وش اللي بيصير فيه، في مخاطر أكيد، في مخاطر وهذا الشيء وارد. نعم، بالنسبة للناحية الأخلاقية اللي تكلم عنها الدكتور، يعني في اتخاذ القرارات أو في السياسات الحكومية أو غير ذلك من القرارات الأخلاقية في الذكاء الاصطناعي، يعني متعلقة بالخصوصية، هو الآن ايه متعلق الخصوصية؟ بالخصوصية. الخصوصية يعني بإمكان انها تخترق طبيعي بالنسبة وانا بجيب بعض الأمثلة. يعني اذا كان النظام مو محصن عندك تحصين مثلا كامل، اكيد انه رايح يخترق، وخصوصا لما انت تتكلم عن الذكاء الاصطناعي فمن السهولة جدا ان تتعامل مع أنظمة خبيرة ذكية، فبالتالي من السهل تنفيذ انت ما اللي تبغاه من خلال هذه الادوات. جميل، في سؤال ثاني ناخذه من الأخ عبد الواحد المرهون، يقول هل يمكن تتجمع عقول ومستثمرين أو بدعم وطني حكومي لخلق جوجل وطني بمستوى طموح الثورة الصناعية الرابعة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي؟ يقول هل ممكن اللي هو مثلا عقول وطنية مع مستثمرين وطنيين يسوون لنا جوجل مثل ما موجود جوجل اللي هو الخارجي وبدعم من الحكومة؟ يعني تفضل. أكيد هذا الشيء بالإمكان متى ما توفرت يعني الرغبة في ذلك. بالعكس، لأن هذا حق مشروع لأي يعني مجتمع، لأي يعني أي ناس، فبالتالي بالإمكان. بالعكس، الأشياء هذه يفترض أن الناس تتجه الآن في هذا المجال، والمجتمع والعالم أساسا فيه كثير من القضايا اللي تحتاج يعني حلول، ولا زالت ما وجد لها الحلول. ممكن أنا عن طريق التقنية هذه الذكاء الاصطناعي أحل أشياء كثيرة. فبالتالي بالفعل يعني لما تجلس نخبة من العلماء والمتخصصين ويتدارسون مثلا الأمور هذه، فبالتالي من السهولة بمكان أنه يتم إيجاد حلول باستخدام هذه التقنية. جميل، ناخذ سؤال من الأخ دكتور مؤيد الضامن. تفضل دكتور مؤيد، أفتح لك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. حقيقة موضوع شيق مع الدكتور سعيد، والله يعطيك العافية أبو مصطفى. الله يسلمك. بس مداخلة من جانب الأويل أند غاز، في مجال الذكاء الصناعي، لو تسمحوا لي أبين لكم بس في موضوع النفط والغاز، إنه في تقرير الأسواق والأسواق اللي هو ماركت أند ماركت، يقول إن الذكاء الصناعي في صناعة النفط والغاز سوف تصل الاستثمارات بحدود 3 مليار دولار بحلول 2022، وبمعدل زيادة سنوي 12%. دخل مجال الذكاء الصناعي في صناعة النفط والغاز في من عمليات المسح إلى عملية التخطيط والتنبؤ وإدارة المنشآت والسلامة، وحتى في أخبار عن أن إكسون موبيل يعني سوت اتفاقية مع MIT لتصميم روبوتات ذكية لاستكشاف المحيطات في مختلف جوانب عمليات النفط والغاز. وأيضا تعليق على موضوع أن جوجل محلي أو جوجل وطني، شركة غاز بروم الروسية عقدت اتفاقية مع شركة ياندكس اللي هي تعتبر جوجل الروسية لمجال استكشاف الذكاء الصناعي والتطبيقات المحتملة في الأويل أند غاز. أيضا أحب أضيف أنه شركة شيل أيضا دخلت الذكاء الصناعي بشكل واسع في فلترة أو اللي هو شو اسمه عملية استحداث اللي هو الأجوبة على موضوع زيوت التشحيم.
في غضون ثواني فقط، يعني أنه الذكاء الصناعي يستطيع أن يوجد جواب ويفهم خصائص الفيزيائية لزيوت التشحيم ويوفر معلومات كبيرة في وقت قياسي. يعني تخيل أن الذكاء الصناعي يرجع إلى تقريباً إلى 100,000 ورقة ل3,000 منتج، ويفهم 16,000 خصائص فيزيائية لزيوت التشحيم، ويعطي معلومات حوالي تقدر ب18,000. هذا فقط من جانب الأويل أند غاز. والله يعطيكم العافية، ومتشوق للجزء الثاني من المحاضرة. شكرا على مداخلتك دكتور مؤيد. عندك تعليق دكتور سعيد على كلامه؟ بالعكس، نحن استفدنا من بالعكس بالفعل. يعني احنا بنشوف الليلة مثلا لما نكمل المحاضرة بنشوف فعلا بالفعل زي ما تفضل الدكتور، في تطبيقات سهلة جدا ولكن مردودها عالي جدا. فالذكي اللي يحاول يطوع هذه التقنية لشيء هو بالفعل يحتاج إلى، وفي ترى مجالات عديدة جدا ممكن يصير فيها سيفنج. يعني أنا ممكن أستخدم التقنية هذه وأوفر مبالغ ضخمة جدا بالفعل، وبنشوف بعض الأمثلة إن شاء الله الليلة. جميل، إذا تسمح لي في بعض الأسئلة أيضا موجودة دكتور سعيد، وأسئلة حقيقة مهمة. سؤال من الأخ عبد الواحد المرهون أيضا، يقول أين الذكاء الصناعي، هو الذكاء الاصطناعي المعتمد على استخدام الأقمار الصناعية مثل تطبيقات دراسة جوانب كبيرة من علوم البحار أو البيئة، أين نحن من كل هذا؟ طبعا هذه التطبيقات، تطبيقات موجودة أساسا للأقمار الصناعية تستخدم في أشياء كثيرة بالنسبة للذكاء الاصطناعي، فهي أساسا من الأشياء اللي يعتمد عليها أساساً الذكاء الاصطناعي في تجميع المعلومات. بالعكس موجودة. جميل، نأخذ سؤال ثاني من الأخ حسن الخباز، يقول بحكم الواقع الحالي وذهاب أغلب معلومات المستخدمين للشركات الغربية، ألا يوسع ذلك الفجوة بيننا وبين هذه الدول ويصعب اللحاق بهم في مجال الذكاء الاصطناعي والمجالات الأخرى، وكذلك يزيد اعتماديتنا على منتجاتهم المستوردة؟ حقيقة هذا سؤال جدا ذكي. تفضل. كلام سليم جدا، وبالفعل احنا اذا ما التفتنا الى يعني التقنيات اللي تصير في العالم ولا نستغلها مثلا لصالحنا احنا مثلا، فبالتالي بتصير مشكلة كبيرة واكيد بتصير فجوة. وهذا مبين يعني حتى يعني اهتمامنا هنا مثلا بالنسبة حتى في المملكة بدأنا بالاهتمام مثلا في 2019 بعد ما طلع يعني الأمر ملكي بإنشاء يعني الأشياء اللي تتعلق بالذكاء الاصطناعي. فبالتالي بالفعل احنا إذا ما توفرت لنا البنية التحتية للأشياء هذه، فبالتالي من الصعوبة أن احنا بالفعل يعني نواكب أو نمشي مع الناس اللي اتطورت في هذا المجال. وهذه طبعا يعني المجالات حيوية جدا وتدخل في أشياء كثيرة في الاقتصاد، في أي يعني يعني البلاد الدول زي ما قال بوتين اللي عندها الذكاء الاصطناعي وممكن حتى يسيطر على العالم في التجارة في الاستثمارات في أشياء كثيرة. فأتمنى طبعا إن إحنا يعني في البلد عندنا ناس ممكن يعني علماء مثلا بالفعل بإمكانهم إنهم بس يعني اللحاق بالركب هذا عملية يبغى لي وقت، وهذا طبيعي في أي علم من العلوم. نتمنى إن إحنا يعني نكون في أو نأدي أداء طيب في هذا المجال. جميل، إذا تسمح لي بس يعني أضيف إلى ما تفضلت به دكتور سعيد. أنا أوافق ما ذكره الأخ حسن الخباز، إن إحنا الآن قاعد نعطي معلوماتنا سواء المعلومات في الحياة الاجتماعية أو المعلومات في المجال الصناعي، هي معلومات ثمينة. الذكاء الاصطناعي يعتمد يعني نقدر نقول الوقود حقه هو كثرة المعلومات وتنوعها. يعني مثل ما كان في عهد الزراعة قبل 10,000 سنة إلى من قبل تقريبا يعني خلينا نقول 500 سنة قبل الثورة الصناعية، كان الثروة تأتي من الأرض، اللي عنده أرض زراعية فالمادة الخام حق الثروة هي الأرض. الثورة الصناعية لما قبل 500 سنة إلى الآن أو إلى مثلا الثورة الصناعية الأولى والثانية، كانت
الثروة تأتي من المواد الخام اللي هي الحديد والبترول، هي كانت المواد الخام اللي ممكن تجيب الثروة. في الثورة الصناعية الرابعة مع الذكاء الاصطناعي، المادة الخام هي المعلومات. صحيح. احنا الآن نعطي الشركات الغربية مثلا جوجل ولا غيرها، نعطيهم المواد الخام بدون مقابل. يعني انا لما تسمعوني؟ عفوا انقطع عندي مصطفى، انقطع. فالمواد الخام حق الثورة الصناعية الرابعة اللي بتجيب الثروة للدول هي المعلومات. واحنا الآن مثل ما تفضل قبل شوي الدكتور معيد يقول مثلا بعض الشركات تاخذ المعلومات، مثلا اللي هو شركات الذكاء الاصطناعي تاخذ معلومات من شركات البترول، من شركات البتروكيماويات، وبعدين تعطيني المنتج النهائي. ولكن احنا صراحة قاعدين نعطيها معلومات تغذي الذكاء الاصطناعي حقها وتطوره وتحسنه. وانا اعتقد هذا السؤال اللي كان يشير له الاخ حسن الخباز قبل شوي، ان احنا نعطيهم اياه اصلا بدون مقابل، نعطيهم المعلومات. انت لما تكتب في الفيسبوك، تكتب في تويتر، حتى سؤالك لما تروح الى البحث في جوجل تكتب اي سؤال، اي سؤال انت كتبه انت قاعد تغذي الذكاء الاصطناعي. صحيح. لان على حسب النتائج البحث وانت اللي تختار هو راح يتعلم من عندك. فاحنا قاعدين نطور الذكاء الاصطناعي باستخدامنا له، كل ما استخدمناه اكثر كل ما تطور اكثر، واحنا قاعدين نعطيه معلومات بدون مقابل. ولذلك السؤال ايضا الاخ عبد الواحد المرهون، فعلا احنا محتاجين ان احنا نسوي جوجل سعودي بحيث ان معلوماتنا تكون محليه ونستفيد من المعلومات لتغذيه الذكاء الاصطناعي حقنا احنا بدل ما نعطي المعلومات بدون مقابل. خليني اشوف هنا بس اعدل الشيرينج لاني ما اشوف الشات، اذا في مداخلات اخرى او اذا في سؤال ونكمل. ابو خليني اشوف، تحب تكمل دكتور سعيد ولا نكمل؟ نكملي على اساس لا طبعا راح نتكلم عن الابتكارات الهواتف الذكيه، والهدف منها ان احنا نشوف كيف الناس هذه يعني استفادت من الذكاء الاصطناعي مثلا في التطبيقات هذه. ممكن احنا نستفيد وممكن نسوي تطبيقات اخرى ما هي موجوده اساسا. فبنبدا باكتشاف الايدز في 10 ثواني. طبعا هذا عن طريق الباحثين بقياده علماء في جامعه كولدج بلندن، وهي عباره عن رقائق كمبيوتر. طبعا هذه الرقيقه يوضع فيها الدم مثلا، ويوضع طبعا هذا حامل اللي تشوفوه، هذا حامل ويوضع عن طريق الكاميرا، عن طريق التصوير من خلالها. طبعا كيف يتم هذا الشيء؟ طبعا بالنسبه لفيروس الايدز مثلا هو رايح مثلا بنفس الشريحه دي في مكان بحيث انه يزيد ويتضاعف. هذه اساسا التقنيه فيها غالين هو اللي يطلع، فبالتالي يصير في حركه يسموه مايكرو موتر. المايكرو موتر هذه متى ما صار في حركه الكاميرا تشوف انه في حركه، فبالتالي ما في الفيروس. الفيروس مجرد انه يتضاعف يقوم وش يسوي؟ يقوم يخلي الحركة هذه ما تصير موجودة. الحركة هذه تتم عن طريق الغاز الأكسجين، فبالتالي من خلال هذه ممكن طبعا هي نفس الفيروس اختياريا أو إجباريا يتفاعل مع المواد اللي مصنعة داخله عن طريق النانو بلاتين، فبالتالي يتضاعف. من خلال هذه التقنية نقدر نشوف الإيدز في 10 ثواني. طبعا قارنوا مع البي سي ار وشاف واتضح النتائج تتوافق 99.1%. في اختبار ثاني يسموه اي اس سي اي، هذا طبعا اكثر دقه، وهذا مثلا لو بس واحد فيروس بالامكان انهم يشوفوه عن طريق هذه التقنيه وطلع يتطابق 100%. التطبيق الثاني الملاريا مثلا، وطبعا هذا اطلق عليه اكس رابيد، هو عبارة عن كاميرا، الكاميرا ميكروسكوب هو.
هذا الميكروسكوب هو أقوى من الميكروسكوب العادي، طبعا يوضع على الجوال مع الكاميرا، وهو أقوى من التلسكوبات العادية 200 مرة. فبالتالي عن طريق التصوير فقط بالإمكان وتحليل الصورة، طبعا لازم الصور كثيرة توضع فيه كبيانات، هو من خلال هذا الشيء يقدر يعرف إذا كان الشخص مصاب بالملاريا عن طريق صورة الدم مثلا. منع الانتحار، الانتحار يعني مهم جدا، أنت لما تستخدم التقنية دي في أنك تساعد أن واحد ممكن أو تتدخل بحيث أنه ما يصير ينتحر. طبعا وش الفكرة هنا؟ الفكرة أن مثلا من الصعوبة بمكان أنك تعرف أن هذا مثلا راح ينتحر ما راح ينتحر، بس الهواتف الذكية كيف وظفوها في هذا الشيء؟ طبعا هي ممكن تعطي مثلا دلائل من وش تبدأ العملية، تبدأ من يعني سلوك الشخص نفسه زين. وطبعا هذا الشيء تم في جامعة هارفارد وجامعة فاندربيلت، استخدموا هذه يعني الهواتف بحيث ناس متطوعين مثلا، هم هذول المتطوعين في خطر كبير انهم يحاولوا ينتحروا. وش اللي صار؟ اللي صار انهم طبعا حطوا عليهم مثلا، خلوهم يرتدوا أجهزة استشعار، وتم مراقبة نشاطهم اليومي ومستويات نومهم. طبعا الجوال لازم يحطوا فيه معلومات عن الناس اللي انتحرت، والمعلومات كيف ليش انتحرت، كيف تصرفاتهم، وش اللي يعني متوقع انه يتصرف. فبالتالي عن طريق المعلومات هذه ممكن يعني الجهاز او الهاتف الذكي يقول ان هذا ممكن رايح ينتحر. طبعا هذه العملية تاخذ وقت طويل، يعني مراقبة ده التصرفات ومراقبة الشخص نفسه. طبعا هذه تمت باستخدام خوارزميات، وزي ما قلت أنت أساسها الذكاء الاصطناعي، وهي عادة تنظر إلى الأنماط اللي يعني نمط الشخص اللي ممكن مثلا راح ينتحر. قياس تدفق الدم، فيه بالنسبة للتدفق الدم مهم جدا، خصوصا لما مثلا أشعة أو اللوح، لو بالنسبة للأشعة الشرايين التاجية مثلا، لازم مثلا إذا لازم يحسبون تدفق الدم، أو مثلا واحد يبغى يغسل كلى لازم يختبرون تدفق الدم. الطريقة اللي موجودة عادي الموجودة ألين تيست، وهو مثلا ضغط على نقطتين على معصم المريض يتوقف الدم، طريقة ترفع اليد ورجوع اللون إلى اليد، اللون شوف أنا أركز على اللون لأنه هو مفتاح الفرس هنا، على أساس استطاعوا أن يستخدموا الذكاء الاصطناعي. فعن طريق رجوع اللون يحسبوا يعني تدفق الدم في الجسم أو في الشريان. في 2018 نشر باحثون في كندا نتائج الدراسة، وخلصت هذه إن الآيفون، طبعا هذا التطبيق اسمه Instant Heart Rate، يمكن ان عن طريقه ده، وعن طريق وش؟ عن طريق تصوير، يعني الصوره انا اصور اليد مثلا في شريان معين، وعن طريق التصوير هذا انا اقدر احسب مدى تدفق الدم. طبعا هذا يحتاج الى زي ما قلت انا بيانات كثيره، وهذا يتم عن طريق انعكاس الضوء من الصورة، من يعني من نفس الجلد أو الجزء اللي معرض إلى التصوير. في دراسة شملت 438 واستخدموا هذه التقنية، والدقة بلغت 94% مقارنة ب 84 باستخدام الاختبار ألين. أيضا جهاز التنفس عند الأطفال، الطفل مثلا ممكن يصير عنده التهاب مثلا في الرئتين عن طريق الصوت فقط، يعني تنفس نفس الطفل ممكن باستخدام هذه الهواتف ممكن نقول ان عنده التهاب او ما عنده. طبعا السؤال اللي يطرح نفسه ايضا، هذه السماعات تشوفوها الان ممكن مثلا في اصوات اخرى لازم نفصلها، وبالفعل في مايكروفونات خارجية تسجل الاصوات الاخرى بحيث انها تتكيف لازاله الاصوات هذه من تسجيل السماعه. فهم يحتاجوا الى كم هائل من المعلومات اللي من خلال الصوت انهم يعرفوا انها عند الالتهاب رئوي او ما عنده.
طبعا العلماء يقولوا ان هذا تقريبا يعني صحه التطبيق هذا 9 مرات من اصل 10، يعني 90%. وايضا استخدم العلماء بيانات 1500 مريض للتعرف على علامات الالتهاب الرئوي، وكانت السماعه دقيقه بنسبه 87% عند تشخيص مثلا مرض الرئه. بالنسبه للتشخيص الباركنسون مثلا، وهذا اكثر من 10 مليون في العالم مصابين فيه، واعراضه مثلا هزات العضلات ومثلا اليدين والشفايف مثلا، حركه بطيئه، تصلب اطراف، ممكن يؤدي لخرف، يتطور تدريجي مع مرور الوقت. وعاده يتم تشخيص المرض بعد تقدمه، فلو تم اكتشافه بدري ساعد كثير في ان يعني العلاج حقه. ففي مشروع ممول من الاتحاد الاوروبي يدعى بالاي بروجنوسيس، وبالتنسيق طبعا مع جامعه ارسطو باليونان، تم تطوير تطبيق يعمل على مع الهواتف الذكيه والساعات الذكيه وضمادات اللياقه. وهذا وش يسوي؟ يتبع الاشارات البيولوجيه اللي يعني يصدرها الشخص، بحيث انه ممكن الاشياء هذه تشير الى بدايه المرض. ويتم جمع خصائص الصوت وثبات اليد، الأشياء اللي يستفيد منها التطبيق، وتغييرات الوجه مثلا في الصور هذه تساعد على اكتشاف مثلا ان الرجل هذا ممكن يعني معرض انه يصاب بالباركنسون. فريق البحث حاليا الآن يقوم بجمع بيانات 5000 مشارك، والهدف منها انهم يحاولوا يطلعوا تطبيق يتم استخدامه في تشخيص هذا المرض. بالنسبة للذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، أول يعني مثلا تطبيق هذا المايسن اكسبرت سيستم يسموه، اللي هو نظام خبير، هذا يعني طريقته هذا طبعا تمت عمله في عام 1970، يعني من زمان. وهذا وش يسوي؟ هذا طبعا يتم إدخال بعض المعلومات الشخصية للمريض العادية، العمر، الوزن، الطول، وغيرها من المعلومات الأولية هذه، ضغط الدم والحرارة. وبعدين يتم الأعراض المرضية اللي موجودة عنده نفس الشيء تدخل، وبعدين السيستم نفسه يقوم بإعطاء نصائح مثلا للطبيب بالنسبة إلى العلاج. أيضا علماء ينجحون في تشخيص سرطان الأمعاء في أقل من ثانية، طبعا هذه تعتمد على كم هائل من الصور. وهذا طبعا علماء في اليابان، تطوير نظام يعمل بالذكاء الاصطناعي قادر على الكشف عن سرطان الأمعاء في أقل من ثانية، وهذا طبعا وفق ما أشير إليه في موقع زد نت. النظام قادر على اكتشاف أورام القولون والمستقيم، وذلك عبر طبعا صور مجسمة ومكبرة، تمكن تحديد المرض بدقة عالية وفي وقت قياسي. واستنادا للنتائج حق الدراسة، قامت بتحليل أكثر من 300 ورم قولون و250 مستقيم، وبلغت مدة تقييم كل صورة مجسمة ومكبرة لتحديد الورم أقل من ثانية، بينما في دقة بلغت دقة التقييم 94%. أيضا من التطبيقات بالنسبة للتشخيص سرطان الجلد، مشكلة في سرطان الجلد الأطباء ما يقدر مثلا أحيانا يكون مو سرطان، يعني شامة مثلا، فبالتالي كيف الدكتور مثلا متخصص ما يقدر الا ياخذ خزعه مثلا على اساس يعرف اذا كان سرطان من عدمه، عن طريق اخذاء الصور، يعني لصور شامات او مثلا اورام جلد سليمه ما فيها سرطان، مقارنه باللي فيها سرطان. باستخدام الذكاء الاصطناعي التصوير فقط بالامكان ان احنا نقول هذا سرطان من عدمه. طبعا هذا نفس السيستم او التطبيق تم يعني مقارنته او تحديه ل 58 طبيب من اطباء الجلد. وذكرت الدراسه ونشرت هذه في صحيفه التلغراف الانجليزيه، شوف كم العدد التحميل، 100,000 صوره من الاورام الجلديه الخبيثه والشامات الحميده التي تم تمييزها بالتشخيص على شبكة الكمبيوتر، ليتم اختبارها ضد كبار الأطباء، طبعا هذين اللي 58 طبيب، لتشخيص 100 حالة من أصعب يعني الآفات السرطانية. وش وجدوا؟ وجدوا أن تقريبا النسبة اللي يعني التطبيق نجح فيها تقريبا أو دقته 95%،
بينما الأطباء تقريبا 87%. أيضا بالنسبة إلى يعيد الأمل لمرضى الشلل الرباعي باستعادة المشي. عادة الدماغ هو اللي يرشد الأطراف بحيث أنها تتحرك. لو صار مثلا بالنسبة للشلل الرباعي بسبب مثلا قطع في الحبل الشوكي فالأوامر ما تروح. هنا مثلا الذكاء الاصطناعي سووا الأوامر هذه اللي تطلع من المخ بالإمكان أنهم يأخذوها نشاط كهربائي يسموه وحطوها في كمبيوتر، كمبيوتر يفككها وبالتالي الكمبيوتر يقوم هو يقوم بدور الحركة. وهذه صور حق الناس مصابين بالشلل الرباعي. طبعا هذا الجهاز تم يعني العمل على إنجازه تقريبا 10 سنوات، وهذا يدل على يعني أن الأمور هذه تأخذ وقت جدا. هنا النظارة اللي تعيد الأمل للمكفوفين اللي ما يشوفوا مثلا. طبعا هذه النظارة خفيفة جدا وفيها كثير من الحساسات وهي تتواصل مع الكفيف عن طريق الصوت، وفي لها وحدة معالجة بيانات وتتم معالجة البيانات عن طريق الذكاء الاصطناعي. طبعا هذه سموها نظارة الأمل، وتقريبا فيها 25 خدمة من الخدمات اللي فيها اللي يستفيد منها المكفوف، مثلا خدمة التحذير من العقبات اللي تواجهها مثلا في طريقة، تعرف على الأشخاص المحيطين وحالات الطقس، تحكم في ريموت كنترول، تعرف على الألوان، اختيار ملابس المناسبة، التعرف إلى النقود، قراءة الباركود مثلا المنتجات، التقاط الصور وغيره وغيره، قراءة الصحف، قائمة الأطعمة، شاشة الحاسب والصرف الآلي وغيرها بعد لغة. وهي طبعا هذه في لغات بالعربي وفي لغات بالإنجليزي، وأيضا تقدم خدمة وصف البيئة المحيطة اللي تحيطه مثلا من شوارع، من سيارات، من أثاث، أجهزة، بيئات. وأيضا في أيضا هذه فيها مكتبة سمعية باستطاعة الكفيف إنه يقرأ أي شيء يبغى مثلا. يكتشف الزهايمر مبكرا، والزهايمر إذا تم اكتشافه بدري ممكن يساعد كثير على يعني العلاج. تشخيص فوري لمرض الزهايمر كيف؟ طبعا تكون العلاجات تكون أكثر فعالية في وقت مبكر لهذا المرض، فالتشخيص المبكر مهم جدا. بس في صعوبة الآن بالنسبة للمجال الطبي إنهم يكتشفونه يعني مبكرا. ووفقا للديلي تيليغراف قام باحثون من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو سووا دراسة تجريبية صغيرة. تم تدريب برنامج كمبيوتر للتعلم الذاتي طبعا بهدف التعرف على بعض السمات يعني في عملية المسح الإشعاعي للدماغ، يعني ياخذوا الداتا حقه أو المعلومات مسح إشعاعي إلى الدماغ، ومن خلال معلومات من هذا المسح تعالج الصورة مثلا، وإذا فيه يعني علامات من إن هذا ممكن يصير فيه مرض الزهايمر مبكرا الذكاء الاصطناعي رايح يعني يقول. طبعا هذا تم تجربة هذا على 40 مريض، وفعلا يعني تم اكتشاف إنهم يعني راح يصيبون قبل 6 سنوات، يعني قبل ما يصير فيهم المرض ب6 سنوات من إصابتهم مثلا رسميا. وقام باحثون أيضا بتدريب خوارزمية التعلم العميق باستخدام أكثر من 2100 صورة لدى 102 مريض من خلال تحديد الأنماط. في طبعا هذا هو اللي يقوم فيه في كتل بروتين، البروتين هذا غالبا ترتبط بالمرض في مناطق من الدماغ. بالنسبة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي وإلى مواجهة فيروس كورونا، طبعا أول شيء تتبع انتشار الفيروس كورونا من خلال التعلم الآلي. في منصة الصحة الكندية اسمها بلودوت، هذه متخصصة في مراقبة الأمراض المعدية، طبعا هي اللي حظت بالسبق في الإبلاغ عن مخاطر وشيكة متعلقة بانتشار فيروس كورونا، وهذا طبعا في 21 ديسمبر الماضي حسب ما ذكرته المجلة الإيكونوميك تايمز. وطبعا بناء على هذا الشيء حذرت هي نفسها عملائها من السفر إلى مناطق الخطر قبل ما تفرض الحكومات الأجنبية الحظر السفر إلى الصين. طبعا الجدير بالاهتمام أن هذه المنصة تستخدم خوارزمية الذكاء الاصطناعي تقارير واللي قاله قبل شوية أبو حسن
التقارير الاخباريه طبعا اي شيء يحطوه في النت هذه على طول تاخذه معلومات ب 65 يعني لغه وبيانات. طبعا تركز ايضا بالنسبه للفيروس كورونا هي استفادت من بيانات رحله الطيران العالميه في هذا الشيء. هي عبر بيانات تذاكر شركات الطيران العالميه تنبأت بشكل صحيح بالمناطق اللي سينتشر بها الفيروس. أكثر من 20 دولة ذكرتها من ضمنها مثلا بكين وبانكوك وسيول وتايبي وطوكيو والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية. أيضا استخدام الذكاء الاصطناعي لتشخيص المصابين بفيروس كورونا، تشخيص هذا مهم جدا. هم الآن يستخدمون البي سي آر وبعض الأشياء اللي مقاربة للبي سي آر. طبعا شركة اسمها بايدو صينية هذه طبعا طورت كاميرات، الكاميرات هذه من تقدر تقيس درجة الحرارة عن طريق الأشعة مثلا تحت الحمراء. فهي الميزة فيها أنها تقدر يعني 200 شخص في الدقيقة. في الأماكن المزدحمة بالإمكان أنهم يستخدموا هذه التطبيق. وطبعا هي لما تشوف أي شخص درجة حرارة 37.3 تشير إلى أيضا شركة علي بابا الصينية سوت نظام ذكاء اصطناعي، هذا يمكن الكشف عن الفيروس عن طريق التصوير المقطعي المحوسب للصدر. وهنا نقول معلومات مهمة جدا، يعني أنا لما داخل معلومات وصور مقطعية بالنسبة للفيروس، وطبعا هذا الفيروس تداخله أو عمله يختلف عن الفيروسات ويختلف عن الإنفلونزا العادية، فبالتالي لازم يصير في شيء يختلف. هذا الذكاء الاصطناعي بإمكانه أن يكتشف عن طريق المعلومات والذات اللي يدخلوها فيه. ووفقا للباحثين اللي طوروا هذا النظام يتمتع بدقة 96% في التشخيص. طبعا هذا درب على بيانات من خلال بيانات من 5000 حالة مصابة بالفيروس. ويمكن طبعا هذا ما هو ذكاء اصطناعي، فبالتالي الوقت قصير جدا على أساس أقول إن هذا فعلا مصاب بالفيروس من عدمه، مقارنة بالدكتور أو الخبير البشري اللي يأخذ ممكن 15 دقيقة حتى يقرر. أيضا التحديد هو زي ما قلت أنا يحدد الفرق بين فيروس كورونا مع التهابات الرئوية العادية، وبما يعني حسب ما ورد تعتمد نحو 100 مستشفى في الصين على هذا النظام الآن. اعتماد على الروبوتات في عملية التعقيم والتعامل مع المرضى، فعلا الشركات الصينية ما قصرت، قامت بدور الطائرات بدون طيار، وهذا شفناه احنا، وروبوتات لتسليم الأشياء بدون تلامس ورش المطهرات في المناطق العامة. طبعا هذا يقلل من خطر العدوى، مو بس كده، حتى روبوتات يعني في الشوارع تنصح الناس عن طريق ترشدهم كيف يتعاملوا مع فيروس كورونا. وأيضا الروبوتات الأخرى تقوم بفحص الأشخاص للكشف عن ارتفاع درجة حرارتهم، طبعا هذا تكلمنا عنه قبل شوي. أيضا الروبوتات تقدم الغذاء والدواء للمرضى داخل المستشفيات. يعني في أنت الآن يعني استخدمت التقنية هذه روبوتات بحيث أنه ما يصير في يعني يصير في مصادمة أو مقابلة بين المريض أو اللي يقوم يعني بعلاجه أو اللي يواجهه. أيضا في مدينة ذاتية في روت الآن زي ما قلت يقدم مثلا علاج حق المرضى، وهذا يحد من التعرض الطاقم الطبي مثلا للأشخاص المصابين. أيضا الذكاء الاصطناعي ممكن يسرع في إيجاد اللقاح، وهذا طبعا مختبر ديب مايند، وهو طبعا الآن من المختبرات اللي تحاول تطلع لقاح للأبحاث الذكاء الاصطناعي. طبعا هذا استحوذ على جوجل في عام 2014، وهذا اللي يدل على أن فعل المعلومات مهمة جدا. وهذا يستخدم التعلم العميق للعثور على معلومات جديدة حول بنية البروتينات اللي ترتبط مع فيروس كوفيد 19. لأن أنا إذا عرفت البنية هذه حق يسموه السبارك حق الفيروس هذا، إذا عرفت البنية فبالتالي أنا ممكن عن طريق المعرفة هذا أني أطلع له مثلا اللقاح.
ايضا الاي بي ام، شركه اي بي ام عندها مبادره لزياده الوصول الى الحوسبه العالميه للاداء، او ما يسمى بالحوسبه الفائقه، وهو ما يسمى بالسوبر كمبيوترز. طبعا هذا تحاول توصل للمجموعات البحثيه اللي تعمل على ايجاد لقاح لفيروس كورونا المستجد. وقدم الباحثون، طبعا استخدموا الباحثون هذا الحاسب العملاق التابع للشركه المعروف بسمت لفحص 8000 مركب، يعني يطلعوا مركبات 8000 مركب عن طريق الذكاء الاصطناعي، يحاولوا يشوفوا احتماليه ارتباطه بالبروتين اللي يرتبط اللي يجي من الفيروس نفسه. وقدروا يحددوا طبعا من 8077 مركب، يتم الان تجربتهم بهذا التطور، وهذا يدخل عن طريق الذكاء الاصطناعي. اما بالنسبه للمخاطر والتهديدات الذكاء الاصطناعي، واختم المحاضره، سؤال يطرح نفسه، هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الاطباء؟ خلينا نشوف. طبعا هناك اسباب توضح صعوبه استبدال الاطباء، والسبب لان بعض المرضى مثلا يصيرون في حاله اضطراب، قلق، حاله نفسيه سيئه، فبالتالي هم يحتاجوا الى تعاطف ودعم نفسي. طبعا هذا ما يعني حتى لو كانت الاله ذكيه، مو من السهوله ان الاله تقوم بهذا الدور. ايضا مهنه الطب هي تتطور دائما، يعني مع تطور الامراض وظهور ما هو جديد من تحديات طبيه، دائما هذا دايناميك. الاله ما تقدر مثلا تطرح افكار جديده لمرضى جدد او لمرض جديد مثلا ظهر فجاه، وما تقدر ايضا تقترح دواء ما هو موجود اساسا. فبالتالي يعني انت في الحاله هذه تحتاج للطبيب اكيد. والسؤال يطرح نفسه، ماذا لو اخطات التقنيه وادت يعني بشخص الى شخص او لمريض الى الوفاه؟ احنا بنحاسب من التقنيه اللي تقنيا حاسبها على خطأها، أو نحاسب الشركة اللي سوت التقنية، أو نحاسب اللي استخدم التقنية هذه. وأيضا من التهديدات أو العقبات أو المخاطر، مثلا أنا أقول مثلا الطاقم الطبي لازم يصير يعني لازم يتدرب، لازم يفهم وجود هذه التقنيات اللي من خلالها يعني يطور من مهاراته الطبية مثلا، لازم يلتفت للأمور هذه على أساس وهو يستفيد من ما هو موجود أساسا في الساحة لأداء وظيفته بأكمل وجه. وطبعا أنا أتكلم هنا مثلا عن الذكاء الاصطناعي ودور كبير جدا، فلا يمكن مثلا بأي حال من الأحوال إن المهارات الموجودة عند الطبيب تظل زي ما هي، هنا مشكلة، لأن العالم يتطور، العالم يعني في تقنيات جديدة تظهر تحل مكان التقنيات القديمة، فبالتالي أنا يفترض أستفيد من هذه. أيضا أنا إذا اعتمدت على الكمبيوتر مثلا في الطب، خلنا نفترض جدلا مثلا، واعتمدت على اعتماد كبير، ممكن نكون عرضة للاستهداف بالجرائم الإلكترونية. إيش معنى هذا؟ هذا الكلام مثلا أنا ممكن أخترق مثلا نظام معين طبي يعتمد على داتا معينة ويعتمد على تشخيص معينة، وأغير الداتا بحيث أنها تعطي أشياء ما هو صحيحة مثلا. وعلى طريق هذا مثلا أختم بكلامي بهذه القصة، المركز الجامعي للبحوث الأمن السيبراني مثلا في إسرائيل، والسوى هذا سوى حاول طلع برنامج كمبيوتر خبيث، والهدف منه يبغى يشوف مدى الهشاشة الأمنية لشبكات التصوير الطبي مثلا وأجهزتها في إسرائيل. والسوى هذا قام مثلا يدخل صور توحي إلى أنه موجود في ورم مثلا خبيث، وبالعكس اللي في ورم خبيث يدخل لك صور أنه ما في ورم خبيث. طبعا هذا عن طريق الأشعة المقطعية ومسوح الرنين المغناطيسي. طبعا تمكن هذا يعني ظل للأطباء بنسبة 99%، وهذا طبعا ما يسمى بفيروسات المستشفيات، وما أعتقد واحد سمع عنها، فيروسات المستشفيات هذه من ضمنها. وبهذا أنا خلصت المحاضرة، وإذا أحد عنده أي سؤال يتفضل، وشكرا لكم. شكرا لك دكتور سعيد على هذه المحاضرة القيمة حقيقة، والكم الكبير من المعلومات،
حبذا لو توقف شير علشان نروح إلى صفحة الحضور حتى نشوف من هو اللي عنده أسئلة. يعطيك العافية. اللي عنده أسئلة باستطاعته أنه يرفع يده، لكن باعتباري مدير الحوار خليني أنا أخذ الأولوية في الأسئلة. ذكرت قبل يعني من ضمن الحديث عن قدرة الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالأمراض قبل بوقت، وضربت مثل على الزهايمر. يعني هذا طبعا جميل وممتاز باعتبار أن الشخص ممكن أنه يستفيد ويتوقع المخاطر يعني، أو يقوم بأعمال تقلل مثلا من الزهايمر أو غيره. وهذا طبعا لا ينطبق على الزهايمر، وينطبق على مثلا اللي عنده القابلية أنه يصير له نوبات قلبية، أو مثلا سرطان في القولون، أو امرأة سرطان في الثدي، خصوصا إذا كان مثلا أختها وأمها وجدتها أصيبوا بسرطان الثدي، فمعنى ذلك أن في الجينيتك ميك اب حقها في الجينات معناته أنها يعني عندها القابلية لسرطان الثدي. ماذا لو أخذ هذه المعلومات صاحب الوظيفة، صاحب الشركة، مدير الشركة اللي يجي بيوظف، يقول تعال هذه المرأة عندها القابلية أن يصير لها سرطان ثدي، شركات التأمين الطبية لو طاحت في يدها المعلومات بتقول هذه المرأة راح يكون عندها القابلية سرطان الثدي، معناتها بتخسر الشركة اللي بتوظف عندها وبتخسر شركة التأمين، فبالتالي راح يصير عنصرية ضد هذه المرأة في توظيفها. ويعني من جانب هو جيد أن المرأة تعرف، أو الرجل مثلا سرطان القولون أو غيره يعرف أن هذه بجيلة، لكن المعلومات ومثل ما ذكر أحد الأخوة قبل قليل في اختراق، أعتقد الدكتور حبيب في اختراق الخصوصية وأخلاقياتها، يعني ممكن الشركات اللي بتوظف هذا الرجل أو هذه المرأة تروح وتدور أو تطلب من بعض الشركات الأخرى أن تزود بالمعلومات الدي إن إيه الحمض النووي إذا في تحليل حق الحمض النووي، وبالتالي قد يمنع الشخص من وظيفته، قد يرفع عليه مثلا التأمين الطبي، يعني المهم يكون يعني حاجة ضده، معلومات جيدة بالنسبة له لكن قد تتحول إلى ضده. شنو في نظرك يعني وين نرسم الخط بين قوة المعلومات وفائدة المعلومات والخطر الذي يأتي من وراء هذه المعلومات بسبب الذكاء الاصطناعي؟ شكرا لك يا أبو حسن. بالنسبة للجزئية اللي يعني في هذه الجزئية اللي تحدثت عنها، بالفعل عملية السيطرة ما تقدر فيه يعني تسيطر خلاص، يعني مجرد الدخل الذكاء الاصطناعي وجمع المعلومات والبيانات من السهل كشف الأمور هذه، عاد وش يصير بعدها ما هو في يدي ولا هو في يدك، وهني المشكلة. ممكن هذا يكون شيء سلبي بالنسبة للتطبيق، ممكن يستخدم في يعني ما مفروض يستخدم في هذا المجال، بمعنى أنه استخدم في يعني في مجال ما مفروض أساسا يستخدم، وهذا راجع إلى المسؤولية، يعني كل واحد عليه مناط يعني بمسؤولية، من الصعوبة بمكان أنك يعني تسيطر إلا إذا أنت مثلا تحجب بعض المعلومات بحيث أنها ما تصل إلى شركات التأمين، أو ما تصل إلى ناس لهم يعني يد في اتخاذ قرار معين ممكن يأثر على الشخص كونه معلوماته تدل على أنه مصاب بشيء معين. نأخذ سؤال، شكرا جزيلا دكتور سعيد. نأخذ سؤال من الأخ صادق إسماعيل، تفضل المايك بيدك. سعد الله مساكم جميعا بكل خير. لقاء علمي ثري بالمعلومات من محاضرة الغدير، تشكر عليه ومردده النفعي لنا جميعا في الحقيقة. تشكر على هذه السلايدات اللي حطيتها، والشكر موصول للإدارة المنسقة لهذا اللقاء. الذكاء الاصطناعي أو الأجهزة التي تحاكي الذكاء البشري لأداء المهام، ومع التطورات الهائلة والمتسارعة التي شاهدها العالم التكنولوجي في تقنية الحوسبة الرقمية في ظل شبكة الإنترنت، والتي أصبحت من أهم العناصر المهمة في هذا الجيل والأجيال القادمة، ومع ازدياد مستخدميها يوما بعد يوم، سؤالي سعادة الدكتور، ما هو تأثير الإدارة الإلكترونية في عملية اتخاذ القرار، والدور الفعال الذي تلعبه الإدارة الإلكترونية في تحسين أداء المؤسسات وتحسين الإنتاجية وزيادة الكفاءة وفعالية الأداء،
السؤال الثاني، ما هو الفرق بين الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري؟ ولكم جزيل الشكر. أني أبدأ بالسؤال الأخير. بالنسبة للذكاء، الفرق بين الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري، طبعا الذكاء البشري يعتمد على استنباط، يعتمد على تحليل، يعتمد على يعني أشياء مرونة عنده، على خبرته في الخبرة اللي هو يكتسبها. الذكاء الاصطناعي أنت تزرع فيه هذه الأمور حيث أنه يحاكي القدرة يعني البشرية، وممكن أنك يعني حسب النظام اللي أنت مسويه ممكن حتى يتفوق على الذكاء البشري. بالنسبة للسؤال الأول، بالنسبة من تقصد الإدارات الإدارية أو المراكز الإدارية اللي عليها المسؤولية، يعني من تقصد؟ مثلاً هل تقصد الدولة مثلاً؟ مثلاً الشركات، المؤسسات الطبية، وأهم الدولة أيضاً، لما لا؟ شوف، أنت إذا تبغى تسوي لك نظام متكامل، وطبعاً تحتاج لمساعدة أي طرف من الأطراف هذه في تكوين أي نظام معين، تحتاج إلى خبرات، تحتاج إلى مراكز، وهذا إذا أنت بغيت يعني تقوم بهذا الشيء. طبعاً اهتمام في المملكة الآن مهتمين بالأمور هذه، بدليل أنه جزء من يعني التطورات الذكاء الاصطناعي لن ترى إلا في السنين القادمة، وخصوصا لما يعمل يعني المشروع نيوم، وهو اللي بالفعل بيبين ان وين وصلنا احنا. وطبعا هو هذا مثال، يعني مدينة نيوم مثلا تقريبا 26 كيلو مداها يعني من جهتين تقريبا، فبالتالي مدينة كبيرة بتصير مدينة، هي مدينة ذكية، كل شيء بالذكاء الاصطناعي حسب ما هو مخطط له، فبالتالي هذا ممكن يصير نموذج ممكن يطبق يعني في أماكن أخرى. والأشياء المهمة هنا إن إحنا بالفعل إحنا أساساً يعني أنت لما تشوف نتائج عندك، لما تشوف مشاريع تبدأ وتنفذ بالفعل، أنت رايح تتحمس ورايح يعني تستمر في العطاء هذا، وإمكانية التطور فيه وارد جداً. وعملية الذكاء الاصطناعي ما هي عملية صعبة، ولكن تحتاج زي ما ذكرت أنا من خلال المحاضرة إلى كم هائل من المعلومات، وانت لازم تصير ذكي توظف هذه التقنيه في شيء، لان يعني الذكاء الاصطناعي ما راح يقول لك انت اوه عندك مشكله هنا تحلها انا اقدر احلها لك، لا، انت لازم تفكر كيف تصل الى الذكاء الاصطناعي وتخليه ينفذ لك اللي انت تبغاه من اشياء. احنا شفنا صور، يعني صوره تصورها تعطيك معلومات كثيره مردودها عالي جدا، مثلا بعض الصور مثلا حق الاشعه، مو بس اللي ذكرتها انا هنا في المحاضره، في انواع مثلا اقدر اعالج الصوره، ومن خلال الصوره اقدر اقول ان فيها شيء ما فيها شيء حسب تطبيق معين، فبالتالي انا اقدر اقول اوكي الذكاء الاصطناعي هنا ممكن يقوم لي بدور يحل. يعني من الادله اللي ذكرناها الليله مثلا الشامات اللي في الايد، هي سرطان او ما هو سرطان، تصورها بس بالجوال وانتهت. طبعا هذا فكروا فيها لانهم يحتاجوا، لان في مشكله. فانا اتوقع ان في المستقبل يعني الناس العالم كله مهتم بالتقنيه هذه، واذا فتحت المجال وتهيئ، وفي مراكز الان مهتمين بهذا الشيء، وان شاء الله يعني اتوقع ان الامور ان شاء الله نقطف ثمار بعض الاشياء اللي تتعلق بالذكاء الاصطناعي. جميل دكتور سعيد، بس اذا تسمح لي اضافه بسيطه ايضا الى سؤال الاخ صادق فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والبشري. الذكاء البشري لا يقتصر فقط على حل المسائل او فقط على الذكاء من ناحيه الوصول الى اهداف تقنيه او اهداف مثلا الرياضيات والفيزياء او الحلول للمشاكل. الذكاء البشري في خليط من الذكاء اللي هو اللي احنا نسميه الذكاء العادي، هذا مال التعلم والذاكره والحوسبه، وايضا في الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي. الذكاء الصناعي ما عنده الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي. الانسان يعني مو مفصول ذكائه عن العاطفه، يتداخل مع العاطفه بشكل كبير، فالانسان لا يفكر فقط من ناحيه ذكاء يعني مجرد، وانما يفكر ايضا بالعاطفة معه، فهذه هناك فرق كبير معه. وهذا يأخذنا إلى سؤال
الدكتور حبيب ايضا تقريبا في نفس الاتجاه، يقول دكتور سعيد اذا تسمع المداخله او السؤال، يقول يبدو ان التوجه الان سيركز على تطوير الجوانب الاجتماعيه والانسانيه والنفسيه المتعلقه بالذكاء الاصطناعي، فلم تعد الامور تقنيه فقط. فماذا تعليقك على تعليق هذا؟ اعتقد مو سؤال. لا لا، كلام. نعم تفضل. كلام الدكتور حبيب في محله، وبالفعل يعني وهذا اللي انا اقوله، ان الانسان يفترض انه ينظر الى مجالات بالفعل احنا نحتاجها. مثلا الان اللي تفضل فيه الدكتور حبيب، بالفعل اشياء مثلا سلوكيات معينه احنا في حاجه ان احنا نحلها، مثلا ممكن ندخل حتى في يعني الطب النفسي. فالاشياء هذه لما يعني انا اقدر ابلورها في بطريقة أو أخرى باستخدام التقنية هذا، فهذا شيء وارد. بالعكس كلام الدكتور إضافة يعتبر، وكلام جيد وبالفعل صحيح. نأخذ مداخلة من الأخ الدكتور مؤيد الضامن. فقط عندي سؤال عن خصوص اللي هو الدكتور سعيد ما تطرق إلى موضوع مهم جدا في الذكاء الصناعي، وهو الهندسة الوراثية، يعني ودور الذكاء الصناعي في الهندسة الوراثية. احنا نعرف ان الهندسة الوراثية تطورت في السنوات الأخيرة، لو الدكتور ينورنا في هذا الجانب يكون شاكرين له. تفضل دكتور. شكرا لك على سؤالك. بالنسبة يعني الهندسة الوراثية والتدخل، بالعكس له دور كبير، بس يعني ما كان مناسب ان احنا نتكلم يعني عنه ولو بشيء بسيط في المحاضرة. لكن يعني وجود السوبر كمبيوتر مهم جدا في عملية دراسة الهندسة الوراثية والجينوم. بدون الذكاء الاصطناعي من الصعوبة، لأنها تحتاج إلى هم يعني طول الدي ان اي كم طوله، كم موجود فيه من حمض نووي مثلا، عد ولخبط ترتيبهم، هذا مهم جدا من يكتشفه. طبعا المعلومات لما تدخل عن طريق الحاسوبات هذه العملاقة أو السوبر كمبيوتر، بالتالي هذا تقوم بدور كبير جدا. والهندسة يعني الوراثية مهمة جدا، يعني تطبيقات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال مهم جدا، ولها تطبيقات عديدة وكثيرة جدا. يعني أي شيء يحتاج إلى كم هائل من المعلومات. أنا أحيانا مثلا الهندسة الوراثية يعني والجينوم ودراستها والسلا يعني العوائل وشغلات، المعلومات كبيرة جدا، وين أحطها أنا؟ عن طريق الذكاء الاصطناعي والذات الكبيرة جدا يقدر يعني من السهولة أني أتحكم فيها، من السهولة أني أنظر وأطلع اللي أبغاه مثلا بسهولة ويسر. يعني دور كبير جدا الذكاء الاصطناعي. جميل. نأخذ أيضا مداخلة من الأخ عبد الواحد المرهون. تفضل، عندك المايك. السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي حسن ودكتور سعيد والمستمعين أجمعين. حياك يا دكتور، الله يسلمك. حبيبي عمي يا دكتور سعيد. انت عمي الغالي. انا اكبر منك بس انت عمي، انت اللي على راسي والله. على راسي، الله يحفظك. انا اللي فهمت استاذي العزيز دكتورنا ان العناصر اللي احنا نتحدث عنها، العنصر الاول الكابتشرينج سنسورز، زين، هذا جزء رئيسي سواء كان ايميجينج ولا رادارز ولا سكانرز. صحيح. وفهمت صحيح. ان بعد الكابتشرينج سنسورز تجينا العلوم التطبيقيه اللي تسوي اناليسيز اوف داتا كابتشر، وبعدين في عندنا كومبيوتينج هاردوير، وفي عندنا ستورج تكنولوجي وريتريفال وبروسيسنج وكولابوريشن وترند. وين وهذا اللي يسموه النظام الخبير، ما شاء الله عليك، كمل. زين، وين يجي الذكاء الاصطناعي؟ يعني الانسان كدوله مثلا ممكن تلتحق في الذكاء الاصطناعي في أي فقرة من الفقرات اللي أتصور اللي أنا عدتها،
او هل عشان انا كدوله التحق في 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 حزمه الذكاء الاصطناعي او اللي عندهم التقنيه او الامكانيه هذه لازم اتمكن في كل المجالات ولا يكفي ان انا ممكن ابني شيء معين ابدا وين ابدا فرضا او هل هذه هي العناصر الجامعه للذكاء الصناعي دكتورنا؟ طبعا العناصر اللي ذكرتها هي اللي تحدد بالفعل النظام اللي يسمونه النظام الخبير، والنظام الخبير ايضا في ثلاثة فروع له، بسيط وعادي وخارق. مثلا بالنسبه للعناصر هذه هي المكونات حق او هي اللي يتكون منها الذكاء الاصطناعي. مثلا اهميه يعني انا وين اشارك وين ادخل في اي يعني مرحلة من المراحل. طبعاً الهدف من الذكاء الاصطناعي إنك تنقل خبرة الخبير إلى النظام، والنظام يتعرف على هذه الخبرة ويستقرأها عن طريق التحليل وعن طريق كل شيء، بحيث إنه يقوم بمقام الخبير هذا الشخص. فهني الفن. يعني تخيل مثلاً في تخصصات مثلاً نادرة، أنا عن طريق الذكاء الاصطناعي أخليها مو نادرة. إذا استطعت أني أسوي نظام معين يصل إلى هذا المستوى من يعني الأداء، فبالتالي أنا وفرت لي واحد خبير أساسا. يعني فبالتالي أنا عفوا على المقاطعة دكتور سعيد، يعني أنت في النهاية بتحول الناس اللي في المجالات المختلفة إلى button pushers صح؟ والجهاز يفكر عنهم. يعني مثلا بالضبط. زمان كنا مثلا نقول هذا مهندس قاعد يحلل من الكابتشرينج ديتا، قاعد يحللها مانيولي الى اخره. الحين لا، انت تبغى توصل لمرحله انا اخليه بس باتون بوشر، هي از نوت ريلي ان انجينير ولا هي از نوت ريلي ا دكتور. لا لا، انت انت ما تقدر تستغني عنه يعني كومبليتلي يو كان نوت. يعني الخبير عاده، وأنا تطرقت لبعض الأمور في المحاضرة، مثلاً ما تقدر تستغنى عن الطبيب مثلاً حتى لو كان في ذكاء اصطناعي. هذا نفس الشيء. ليش؟ لأن الهندسة مع الوقت في تطورات مع الوقت، فالعملية دايناميك، العملية دايناميك، أنت ما تقدر أنك مثلاً تستغني، لا مستحيل أنك تستغني، لكن تستفيد من الوضع اللي موجود حالياً لزيادة الكفاءة الوظيفية، لزيادة كفاءة الأداء. يس، احنا نقدر نستخدم التقنيات هذه، مثلا كوست سيفنج يصير فيها، مثلا التايم سيفنج مثلا يصير فيها. فانت ما تقدر تستغنى عن الاساس يظل اساس، لكن انت بمساعدة الانظمة هذه الخبيرة اللي تتعلق بالذكاء الاصطناعي انك تستفيد منها مثلا في تطبيقات كثيرة. الله يرضى عليك يا دكتور، شكرا، الله يبارك شكراً فيك يا رب. شكرا لك. شكرا لك دكتور سعيد. في مداخلة أو سؤال بالأحرى نصي من الأخ محمد أمين، يقول نوعا ما طويل السؤال. بالنسبة للسؤال اللي طرحته دكتور عن استبدال الذكاء الاصطناعي للأطباء عند مقارنة الطبيب الإنسان بالذكاء الاصطناعي، فالإنسان يتفوق في قدرة الإدراك واستخراج الأنماط من البيانات المتوفرة، في حين أن الذكاء الاصطناعي يتفوق في القدرة على الوصول وتحليل كم أكبر من البيانات في وقت أقصر بكثير. سؤالي، هل هو ممكن يكون توجه البحث العلمي في اتجاه زيادة القدرة البشرية للوصول للمعلومات؟ حالياً نحن محدودون مثلاً بعدد الكلمات التي أعيننا تستطيع قراءتها في الدقيقة، وبعدد الكلمات اللي أصابعنا تقدر تكتبها على لوحة المفاتيح وهكذا. فممكن إيجاد تكنولوجيا تجعل أدمغتنا تتواصل بشكل مباشر مع أجهزة إلكترونية وتتجاوز المحدودية التي تشكلها حواسنا الخمس، يؤدي إلى أن يتفوق الطبيب البشري على الذكاء الاصطناعي. ما أدري فهمت السؤال أو لا؟ فهمت نقطته. هي يقول بأن هل بالإمكان ما دام أن يعني الذكاء الاصطناعي يقوم بربط المعلومات بسرعة ويقوم بوظائف أسرع وقتا من
دكتور البشري، والسبب هنا أن العقل البشري مثلا له محدودية معينة، فهل ممكن أني أنا أطور العقل البشري بحيث أنه يصل إلى ما وصل له الذكاء الاصطناعي؟ هذا سؤال. طبعا سبحان الله، يعني طبيعة الإنسان مثلا مع الوقت، يعني أنت لما تتكلم بسرعة وتتكلم عن اتخاذ قرار، هذا كله يعتمد على الدماغ. الدماغ هو مصدر المعلومات اللي عندك واتخاذ القرارات. الدماغ طبعا مع الوقت طبيعة الإنسان تموت خلايا الدماغ، والدماغ خلايا ما تتجدد، فبالتالي هذا اللي مثلا يبدأ الزهايمر ويبدأ. فبالتالي أنت بعض الأمور أحيانا ما تقدر أنك مثلا تطور، لأنه يعني العملية مو سهلة. لكن أنا ممكن مثلا أسوي استيميليشن حق الدماغ مثلا عن طريق زراعة بعض وهذا موجود، شرائح معينة مثلا بحيث أنها تنشط الخلايا الدماغ، أو مثلا شوف الخلايا الدماغ في أماكن معينة اللي الأكتيفيتي حقها قليلة، ممكن تحفزها على أساس تشتغل. هذا ممكن يساعد، بس أنك تصل إلى مستوى ما يقوم به مثلا الذكاء الاصطناعي عملية صعبة جدا. جميل. هنا تعليق من الأخ محمد الهويدي أبو مصطفى، يقول ما يقصده الأخ بتوصيل أجهزة بدماغ الإنسان من خلال قراءة موجات الدماغ، يعني أنك تقرأ موجات دماغ الإنسان. أعتقد الدكتور سعيد جاوب على هذه الفكرة، ولا تبغى تضيف دكتور سعيد؟ لا 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 يكفي. جميل. أنا إذا تسمح لي أيضا إضافة، يعني من ضمن قدرات عقل الإنسان ودماغ الإنسان أن يتعامل مع الأدوات كامتداد لأعضائه. مثلاً إحنا نتعامل بالمطرقة كامتداد لعضلة اليد، ومع الاستعمال الكثير للمطرقة تصبح عندنا مهارة، فعقل الإنسان يعتبرها جزء من الإيكو سيستم، نظام الحيوي للإنسان. مثل الآن إحنا نستخدم الجوال، صرنا نستخدم الأجهزة الذكية بشكل سريع لأننا نعتبرها امتداد حق نظامنا الحيوي. السيكل مثلا، الدراجة أو السيارة، نعتبرها امتداد لأرجلنا. احنا ما يحتاج نطور أرجل سريعة، لا، نطور آلة تخلينا ننتقل بشكل سريع، لأن الهدف مو أن احنا نكون سريعين، لا، الهدف هو أن نوصل من نقطة ألف إلى نقطة باء بسرعة. والإنسان مع الوقت لما تتعود على سيارتك بسرعة تركب فيها وبسرعة توصلك، لأن عقل الإنسان في اللي يسمونه brain plasticity، اللي هو المرونة الدماغية. المعلومات الموجودة في الكتب، المعلومات الموجودة في الإنترنت، يتعامل وياها الإنسان كامتداد للمعلومات اللي في ذاكرته. كذلك الذكاء الاصطناعي في المستقبل راح يتعامل مع الإنسان كامتداد لذكائه، وأحيانا قد يصعب عليه أن يفرق بين الذكاء الاصطناعي وذكائه، وين يرسم الخط الفاصل. مثل الآن ما يصعب علينا أن نتعامل مع المعلومات الموجودة عندنا والمعلومات الموجودة عند الفرد والمعلومات الموجودة عند المجتمع. الإنسان يتعامل بالمعلومات الموجودة في دماغ الآخرين كأنها معلوماته، ولذلك يعيش في ما يسمى نورج إلوجن، في وهم المعرفة، بل يعتبرها امتداد له. الدماغ في عنده القابلية أنه يتغير ويتطور بحيث أنه يعمل تكييف إلى يعني نفسه، ويعتبر بقية الأشياء الخارجية الأدوات كامتداد له. فبدل ما إحنا نطور شيء يخلي ذاكرتنا أكبر أو تفكيرنا أكبر، هذا يكون لامتداد وراح يتعامل معه الإنسان. واحد يقول أنا رافع يدي ترى بس ما أقدر أرفعها لأن المضيف محمد أبو مصطفى الهويدي، تفضل. ونبغى نختم بعدين، عندنا سؤال واحد من الأخ صادق إسماعيل ونختم الجلسة لأن تأخرنا كثير. تفضل أبو مصطفى. السلام عليكم. أنا عندي مداخلتين. المداخلة الأولى، الاسم العلمي للأخ اللي يقوله يسمونه سايكوكينيسيز، اللي هو بحيث أن يركبون الإنسان على دماغه نوع من اللي يستقبل موجات ويقدر يحرك الآلات بصورة دقيقة، خصوصاً أنت لما بتسوي مثلاً جراحة حق الدماغ أو شعيرات القلب، هذا تحتاج إلى دقة يمكن اليد ما تضبطها. فمن الأفضل أن يخلون الشخص يسويه بطريق آخر. أما اللي أنا المقارنة اللي سواها الدكتور سعيد بين
الطبيب البشري العادي وبين الذكاء الاصطناعي، أعتقد والله أعلم أن الذكاء الاصطناعي يعتمد على أجهزة تقدر تكتشف بالنانو، يعني هذا الشيء مو متاح للعين البشرية. فأنت الآن لما تروح at the molecular level إلى حجم الجزء وتشوفه إذا معطوب تقدر تسوي عليه analysis، بينما العين البشرية ما تقدر تشوفه. فأظن أن المقارنة ما أعتقد أنها fair، يعني ما هي عادلة. ومصطفى كلامك عادل، يعني التطور في التقنية اللي صارت الآن والهاي ريزولوشن يعني بيكتشرز فعلا بيكسل تحدد فرق في البيكسل، هذا تقدر تشوفه الأجهزة هذه، فبالتالي تقدر تحكي. عيون العين المجردة ما تقدر، العين المجردة عادة تشوف يعني أصغر من 10,000 مايكرو ما تشوفه، أو 10,000 نانو، 10 مايكرو متر، العين المجردة أصغر منه ما تشوفه. هذا لا يشوف لك زي ما قلت أنت بالنانو، يعني بيكسل يشوفه، فبالتالي بالفعل هذا اللي خلاه يتطور أساسا. يعني لو لم تكن التقنية ساعدت هذا له الذكاء الاصطناعي، لو لم تجد ما قدر الذكاء الاصطناعي يقوم بأشياء تطبيقات كثيرة، وهني السر وهذا هو. أحسنت. مو إحنا نشوف، إحنا لما نأخذ عندنا بيكسل وعندنا صورة، أنا أقدر أخذ البرنامج يأخذ الفرست ديريفاتيف الريت أوف تشينج، فبسرعة يبين عنده الأنامالي. لكن عارف شلون؟ هذه هي الطريقة اللي حق الدماغ وحق الأشياء الكانسيروس تيشوز، يعني أعتقد أن هذا متاح للمشين ومتاح للبشر. كثير من الأشياء يا للمشين صحيح، مو متاح. كثير من الأشياء هي متاحة للمشين مو متاحة للبشر. أنت تصور الآن الجوال، المعالج الموجود داخل الجوال، في المعالج هذا الصغير في عشرات الآلاف من الترانزستورز مرصوصة مع بعض، لولا الروبوت ما قدرنا نصنع أجهزة ذكية. يعني هي الآن صارت مثل الكاسكيد، الروبوت يصنع أجهزة ذكية والأجهزة الذكية تتحكم في الروبوت وتطوره، والروبوت أيضا يزيد في التصنيع وهكذا. وإلا لما استطعنا تطوير الكمبيوتر وتطوير الأجهزة الذكية. نأخذ سؤال، آخر سؤال قبل أن نختم الحلقة، لأننا الحقيقة طولنا عليكم كثيرا. والسؤال للأخ صادق إسماعيل يقول: ما هي العلاقة القائمة بين الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية؟ تفضل دكتور سعيد. الملكية الفكرية يعني هل يقصد أن إذا كان لدي يعني عنده شيء مثلا ويتعلق بالذكاء الاصطناعي، هل ممكن انه يحصل على يعني وش الفكريه دي زين، فهل يحصل على حق او يعني حفظ الفكري حق الفكره هذه؟ طبعا اكيد اذا كان شيء يتعلق باي شيء بغض النظر يتعلق بالذكاء الاصطناعي وغيره، وفي فكره مثلا وممكن تسوي عليها مثلا تسجيل مثلا براءه الاختراع وحصولك على الحقوق الفكريه لهذه الفكره بالامكان، بس لازم تتصف هذه بصفات مثلا الاصاله، تتصف ان ما حد سواها من اول، تطبيق هذا يعتبر انت اول إن واحد سواه. صحيح، هو اهم شيء تطبيق. يعني انا مثلا لما استخدم الذكاء الاصطناعي بستخدم اللوغاريتمات هذه او الخوارزميات مثلا، الخوارزميات بحد ذاتها ما اقدر اسوي عليها حقوق يعني براءة اختراع، او لكن التطبيق اللي يطلع منها نعم اقدر، لان المعادلات الرياضيه اساسا ما عليها براءة اختراع، لكن التطبيق انا اقدر يصير لي مثلا عليه حفظ حقوق وهذا طبيعي. جميل يا دكتور، حبذا لو تختصر، عندنا سؤالين ايضا ارجو المعذره. تفضل. بس لو تختصر عشان ما نطول على الاحبه. سؤال من الأخ حسن الخباز يقول: لو تمكن الإنسان من إدخال المعلومات مباشرة من الكمبيوتر إلى الدماغ البشري، هل يمكن أن ينافس الدماغ البشري في سرعة المعالجة للمعلومات؟ والسؤال الآخر، خلنا نأخذ هذا السؤال. دقيقة. أي يعني الكمبيوتر يدخل معلومات بأي طريقة يقدر يدخلها مثلا؟ هنا السؤال بأي طريقة؟ يعني معناته الكمبيوتر رايح يقول لك
معناته الكمبيوتر رايح يعني بدل ما يدخل معلومة في مخي خلاص أنا أستفيد منه وأخذ اللي أنا أبغى منه. لا هذا على ذلك يعني كيف أنت بتدخل، هل بتربط مثلا الشيبس في دماغك تستقبل الموجات الكهرومغناطيسية مثلا أو الكهربائية، بحيث أنها عملية مو سهلة أنا ترى ولي والله العالم. النيورونز تحترق أصلا، ما هي تشتغل هي ب 30 هرتز 60 هرتز، وانت بتحطي 1 جيجا هرتز فيها مثلا تحترق ما فيها. احسنت ابو مصطفى، هذه مشكله تقنيه قد تحل يا ابو مصطفى، يعني لا تستعجل مع الوقت، لكن هو قاعد يفرض. لكن خلينا نروح الى السؤال الثاني ايضا للاخ حسن الخباز، عفوا حسن الخاطر، يقول الى اين سوف يصل الذكاء الاصطناعي من ناحيه التطور في ظل وجود كمبيوتر الكوانتم وكمبيوتر الدي ان اي؟ طبعا حتى كمبيوتر الدي ان اي ما رايح يقدر يعني يؤدي اداء الا عن طريق الذكاء الاصطناعي اساسا. والكوانتم اذا تقصد عن الكوانتم، يعني الكوانتم معناته عندك معادلات معقده، عندك ماتريكس 100% مثلا فيها a lot of variables مثلا، بدون ما تستخدم الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي اساسا يساعد كثير، والحوسبه تساعد كثير للتطبيقات اللي تتعلق مثلا بالكوانتم، اللي تتعلق يعني النانو الدي ان اي مثلا. بالعكس هي تضيف شيء وتسهل اساسا. جميل، ناخذ سؤال من الاخ كريم الممتن، تفضل. يعطيكم العافيه. يعطيك العافيه دكتور سعيد، استاذ حسين حبيبي. والحضور دكتور سعيد، هل يمكن الاستعانه بالذكاء الاصطناعي لتأسيس وطن افتراضي نموذجي؟ كلام سليم. زين، الوطن هذا النموذجي طموح عالي، طموح عالي 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 جدا. السؤال هنا يعني، هل الوطن هذا من يتكون من روبوتات او بشر؟ هني السؤال. لا، بشر وروبوتات. انا ابي اسوي وطن افتراضي يحمل هويه ويحمل يعني مكونات الوطن الكامل، الاقتصادية، الاجتماعية، كلام جميل والله. كلام يعني إيه. يلا شدوا حيلكم، متعشمين فيكم. يعني أنا أتوقع طبعاً هذا يبغى لي شغل جبار. أنا أخاف إن فكرتك هذه تشطوها الحين. بالفعل يعني. أنا وياك مع حقوق الفكرية، يلا. حبيبي والله. بالفعل يعني إحنا يعني تطبيقات كثيرة، أنا أتوقع إذا إحنا ما حاولنا نكابتشر فوائد الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الهائلة اللي موجودة في العالم، بحيث إن إحنا نستخدمها في أشياء إحنا نبغاها معينة مدروسة، بحيث إن فعلا نضيف يعني ميزات عديدة إلى حياتنا، إلى سلوكنا، إلى استفادتنا للعلم. بالعكس إحنا ممكن نصل إلى هذه المراحل بالاهتمام وبالشغل المكثف بالإمكان، لأن هذه سنن الله في الكون يعني. فبالتالي أنا إذا استغليتها بالعكس أصل. أهم شيء يصير عندي خطة واضحة ومدروسة وعندي يعني دراسة للأمور. أتوقع بيكون وطن نخبوي لا شك فيه، وممكن يكون يعني عينة يعني الناس تستفيد منه وينتشر في أماكن أخرى. ولكن أنا أخاف من شغلة واحدة. تفضل. لو كان الأوطان تتغير للأحسن، لكن سؤال أنا اللي يطرح نفسه، ماذا عن الأشرار اللي حواليه الذين لا يريدون أن تكون أنت في نعمة في هناء في هذا؟ لا بعد. لا راح يتجاوز، راح يتجاوز شرور الإنسان يعني. إذا أدري إذا تجاوز شرور الإنسان، بالعكس بالعكس بالإمكان إن طبعا بالإمكان إن إيجاد يعني الوطن الافتراضي هذا بالإمكان عادي، مع البشر، مع بدون البشر، مع روبوتات، مع بالعكس بالإمكان. وكلام جميل. أمل والله إنه يتحقق. وأنا يعني أراها رؤية ما شاء الله يعني ابتكارية نسميها هنا. ما شاء الله تبارك الرحمن. حبيب قلبي، شكرا شكرا، استفدت الليلة كثير حقيقة من حضوري وسماعي لكم، وأتمنى أن تتحقق أمالنا كلنا إن شاء الله. أمين رب العالمين. شكرا لك. في سؤال هنا، مع العلم إن إحنا يعني تعدينا الوقت، سؤال أعتقد للأخ كاظم الخليفة أبو علي،
يقول لفتني وبقوة مصطلح وهم المعرفة، فهل تتكرمون بالتوسع في هذه النقطة؟ أعتقد أنا اللي ذكرت وهم المعرفة. طبعاً وهم المعرفة اللي هو knowledge illusion عند الإنسان متشعب وكبير، بس أنا ذكرت نقطة واحدة منه. النقطة اللي ذكرتها أن الإنسان يتعامل مع المعلومات التي موجودة في المجتمع، مثلاً المعلومات الموجودة عند أصحابك، موجودة حتى في الإنترنت، أو الموجودة حتى في الأشجار وفي الجمادات، يتعامل معها وكأنها معلوماته الشخصية. الإنسان يصعب عليه رسم خط فاصل بين المعلومات الموجودة في ذهنه والمعلومات الموجودة خارج ذهنه، مثلا معلومات موجودة في كتاب، معلومات موجودة في دماغ زوجتي، موجودة في دماغ أخي مثلا. يتعامل الإنسان وكأنها موجودة في دماغه هو، ويصعب عليه رسم خط فاصل بينها. متى يقدر يعرف أنه هل هذه فعلا معلومات الخاصة أو لا؟ عندما يسأل السؤال هو مباشرة ويطلب منه الإجابة دون أن يرجع إلى المعلومات الموجودة في الكتاب أو المعلومات الموجودة في يعني في أي مكان خارجي خارج دماغه. فلذلك يقع في وهم المعرفة. هناك طبعا تعريف أخرى لوهم المعرفة اللي هو مثلا ذكرها ستيفن هوكينج، هذاك جانب آخر، بس أنا كنت المثال اللي ضربته في وهم المعرفة في هذا الجانب. في كتاب جميل ربما أبو علي نناقش إحنا في الجروب إذا حبيت، اسمه وهم المعرفة The Knowledge Illusion حق اثنين من علماء النيورو ساينتست. الكتاب صدر تقريبا قبل سنتين في 2018. يتحدث بالتفصيل عن وهم المعرفة، بس علشان ما نسرق أوقات الأحبة ونسرق وقت المحاضرة هنا، أعتقد أن الأسئلة اكتفينا بالأسئلة النصية والأسئلة المرفوعة الأيدي، وأعتذر من الأحبة. هناك كثير من الشكر ومن الكلمات الجميلة من كثير من الحضور، شكرا لهم جزيلا، لا يسع الوقت أن نذهب إلى كل من شكر، لكني قرأتهم جميعا وأتمنى الدكتور سعيد أيضا يقرأهم. كثير من الشكر لك مقدم دكتور سعيد، وإلى أصحاب ديوانية آل هديوي في ليالي معرفية، ودعوات كثيرة للحضور أيضا للمحاضر، وشكرا جزيلا لكم. ونختم بهذه الكلمات. دكتور سعيد إذا عندك كلمة تختم فيها تفضل. أشكركم وأشكر اللي حضروا المحاضرة واستمعوا، وبالعكس وأتمنى للجميع التوفيق، وإن شاء الله فدناكم الليلة، وشكرا لكم. الله يعطيك العافية، ما قصرت، معلومات ثرية وقيمة، وشكرا للجميع. الآن المجال اللي يحب أنه ينسحب من الديوانية. أحسنت أحسنت دكتور، أحسنت أستاذ حسن، وشكرا حق المحاضرة القيمة هذه. أبو مصطفى الهويدي ما قصرت حقيقة، دائما سباق في إثراء المعرفة، يعطيكم العافية. الله يعطيك العافية، شكرا الكريم. أعتقد أبو مصطفى عندك المايك إذا أنت مدير الديوانية. محمد الهويدي. والله أنا عاجز عن شكركم كلكم. شكري إلى الدكتور سعيد طبعاً اللي ما قصر وتحمل معانا مشاكلنا التقنية وتحمل كثير، واقعاً طلبت منه أكثر من اللازم، يعني خليته يحضر. لا بالعكس، وما قصر، أخذها كله بصبر وأريحية طبعاً. وأنا أشكرك يا أبو مصطفى، ما قصرت على إدارة الحوارات والإثراء اللي أضفت للناس، وأشكر كل الحضور وكل من ساهم في ذلك. وعموماً اعذرونا إذا صار في تقصير، ونلتقي معكم في الغد إن شاء الله مع الدكتورين خالد الممتن والدكتور محمد القنبر في هشاشة العظام، والدكتور خالد موجود إذا يقدر يطرح لنا شيء أكون له من الشاكرين. الله يخليك حبيبي، حياك.